يعطيكم العافيه وحياكم الله بحلقه جديده من برنامج ديوانيه الجي جي او ديوانيه المحظوظين معاكم يعقوب الحسيني نعيدها ها عيد نعيدها عيدها 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 عيدها؟ يلا نعيدها او حياكم الله بحلقه جديده من ديوانيه الجي جي معاكم أهلا يعقوب أهلا الحسيني واليوم معاي طلال السعيدي اهلا وسهلا عادل بارودي اهلا شلونكم يا شباب شو اخباركم الحمد لله طبعا أهلا. تحيه كبيره حق اللي قاعد يتابعنا حاليا لايف على قناتنا بتويتش آه طبعا تحيه كبيره لكم واشكركم دائما على حرصكم ان تتابعونا يعني اول باول وحق اللي مو قاعد يتابعنا لايف ايضا آه على طريق عن طريق مثلا اليوتيوب والمنصات البودكاست المعتاده يعطيكم الف عافيه وشكرا على متابعتكم الدائمه و كنت بتقول شيء اي المفروض اخل اسكت عنكم وما اتكلم ما تسوون ريكورد اساسي حسين لسبكم اثنيناتكم جاب ترى والله والله فيلن هو هو شوف خله هو مو سالت انه هو فيلن يعني في في باك اب بلان بس <تصفيق> <تصفيق> مو ايديال عرفت شلون؟ على اساس حسين يرسمكم <applause> المفروض يلا مشكله وتقول له تي على الاسبوع اللي طاف الاسبوع اللي طاف لا مو الاسبوع اللي طاف ما, ما سجلنا الاسبوع اللي قبله زعل لا الاسبوع اللي طفله اللي قبله اي انا ما كنت موجود اي اوكي ما ما ها؟ اللي قبله اللي قبله طلول كان مجابل بس لانه طلول <applause> طلول مجابل <applause> وحسين زعل كان لسبكم ياي إيه؟ ما يخالف ما يخالف بتصير... حلقه لا تع لا عشيتو لو لا <applause> ما يخالف تصير ظروف مرات طبعا انا السيني هني لازم اعدل شغله بس كنكم ما شفتوا شيء يعني مو موجود مو <applause> زين المهم أه حلقه ديوانيه ال جي, جي حق اللي اول مره قاعد يتابعنا اول شيء يعطيكم العافيه وشكرا على متابعتكم وعاده تقسم الى اقسام معينه اول قسم اللي هو يكون سوالف عامه شنو سوينا بالفتره الاخيره دردشه عامه آه كذي وبعدين ننتقل حق قسم شنو اخر الالعاب اللي احنا لعبناها قد تكون العاب قديمه جديده نسولف عن اللي احنا لعبناها بالفتره الاخيره بعدها ننتقل حق قسم الاخبار نناقش الاخبار اللي تهمنا واللي تهمكم واللي احنا عاده نشوفها إنترستينج وبعدين اخر شيء نخليكم مع فقره الاسئله اللي حاب يوجه اي سؤال للفريق ممكن يخل يعني طبعا لايف احنا قاعد ناخذ عن طريق تويتش او عن طريق هاشتاج اسك ال جي جي بتويتر اللي حاب يسالنا ممكن يسالنا عن طريق الهاشتاج او ان شاء الله ينتظر وقت اللي نوصل فيه حق القسم هذا ويكتب السؤال ماله بالكومنتس ان شاء الله راح نقراه آه ويا خلنا نستانس آه يب. مع بعض شنو سويت في الفتره الاخيره من اي ناحيه ماكو ما شيء جديد طلعت مكان رحت مكان سويت شيء تحركت آه جيت ييت شاله شاله بس بس شاله ونشوف افلام سي سي بادجت سي بوجت يعني مو بي, بي, بي سي شو لحظه انت رحت رحت سينما يعني شفت فيلم سي بوجت. لا لا يقول لك رايحين عليه انا شايف شيء سي بوجت. لا لا يمكن دي يصنف هم من دي شنو شايف فيلم؟ فيلم ما ين... ما ينقال وما راح اقول اسمه لان المفروض ما حد يشوفه بالدنيا زين تمام <applause> بس اسال عليه عنه يعني. اه ما تبي تقول اسمه أنا عندك فيلمين لأن لأن أصلا المفروض إذا هذا أخاف الناس يتشوقون يروحون يشوفونه لأن عليوي شو يسمونه خون هذا احنا قايلين في بالديوانية لازم نشوف وين ذا ها؟ إي وين ذا اللايف أكشن الجديد هذا لايف أكشن؟ إي هذا فيلم حق الديوانية واتس فيلم رعب لحظة لا يكون من طقة كاتس هذا لا لا ويني ذا بو ويني أنت شنو اللي صار؟ أنت عندك قانون بأمريكا أنه بعد ما كم سنة تطيح تطيح الحقوق اللايسن مال ملوت ملوت اي 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 ان كان اي كنا 60 سنه او شيء كذي ما ادري ايش كذي المهم هابي بيرثدي توه يعني تطيح وتدش بالببليك دومين اذا دش بالببليك دومين لحظه ويني بو ويني بو صار ببليك دومين هذه مو ديزني مو ديزني خلاص لا ديزني طبعا انه خلاص ميكي بعد صار ببليك دومين زين انزين انا طول الوقت على بالي ديزني تملكها ما ادري يعني. شنو شروط الببليك دومين بس م. في لها شروط زين المهم فاول شيء سووه الناس سي بجت موفي فيلم رعب وني هو فيلم رعب فيلم رعب اي 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 ايه. ويطلع كذي البوستر ماله على وجهه بس وجهه لا تتوقع انه كيوت اي موست جوجل ذس لحظه انا على بالي قاعد تغش لا لا صدق صدق زين شايك لو تحط البوستر على حق الستريم؟ اه حلو هو وايد يشوف الامر سهل عرفت ان شذي اسمه إن بلود اند ماني؟ ايه ان ان هاني 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 بلود اند هاني تفضل تفضل ما ادري ليش تذكرت هت وان اخ لحظه هذا ويني ذا شفت وجهه؟ شفت شفت البوستر؟ <applause> هذا صدق hey yes hey hey yes hey hey hey. ويني ذا بو؟ اي 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 ويني ذا بو اي بي ويني ذا بو؟ اي 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 ويني ذا بو okay, أيوه يو إيه هذا هذا فيلم هذا فيلم الديوانيه راح نشوفه احنا دائما ندور لنا فيلم خايس هذا حتى فيلم ديوانيه هذا هذا فيلم مزرعه مزرعه حمد بالضبط بالضبط اي تجمع <تصفحت> ندور احنا عاده هذا فيلم خايس ايه لو يسعبل بعد اي لانه يبي هني صح صح صح, صح هني بكاش طلول ها بالضبط هذا في في الفيلم في ويني ذا بو في بيجلت بيجلت ما شفته عاد بلا يطلع بال ما شفته ما شفته ما شفته ولا تريلر ولا يطلع بالتريلر انا شفت التريلر عشان نزل تقر موجود؟ نزل نزلته حق الديوانيه تقر؟ ما ادري ما ادري تقدر بالسيكول آه يطلع يساعده يمكن يمكن, ساعدة يمكن. يمكن. شنو هذا؟ سلاشر موفي ايوه سلاشر موفي اوكي سلاشر موفي انترستنج فهذا هو انا شفت انا شفت فيلمين شفت فيلم على نتفلكس وشفت فيلم بالسينما امس زين الفيلم اللي على نتفلكس اسمه مس شات جي مسز شات جي فيرسز نوروي 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 الدوله أه قصته والله حلوه أه فيلم هندي طبعا أه قصته طبعا بيست اون ترو ستوري واحدة مع زوجها راحوا للنرويج من الهند يعني استقروا بالنرويج زوجها يشتغل بشركه أه لها علاقه بالشيبينج او شيء كذي انزين وقاعد يحاول انه ياخذ الجنسيه بس من شروطها في اكو تشيك ان يصير دوري على البيت من عن طريق الحكومه انه يكون على الاطفال اللي عندهم موجود. عايشين عيشه مستقره ما في اي مشاكل امور هذه المهم تصير سالفه انه يسحبون ياخذون منهم عيالهم ويحتجزونهم بسبب انه انتم عائله مو كفو عيال عرفت شلون وهذا يوريك يعني القصه هذه قصه الام شلون تحارب الـ 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 يعني تحاربهم على اساس انها ترد عيالها قصه قصه وايد حلوه التصوير والاخراج والامور التمثيل الوايد قاطين يعني بجت على الفيلم هذا ووايد عجبني وايد وايد عجبني خلي ولون نتفلكس زين بطل كبدي انا يعني. والله شوف افلام الهنديه تطلع منهم اشياء حلوه بطل انا ما طالع افلام هنديه شوف جوف. ما احب انا انا بس هم طالع اللي بط كبدي لما يطلع مسلسل زين ولا حلو ولا هذا تشك بوم كنسلينه زين ليش؟ ما ادري عن المسلسلات انا ما طالع مسلسلات بس افلام ترى يطلع منهم شيء عندك هذا لوكود الناس كلها عاجبهم المسلسل م. كان يقولون كنس ماكو في سيزون 2 خلاص كنسلنا زي إيه ما ما شو المشكله انه يكون ناجح يعني ناجح إيه, ايه, ايه ناجح ما ادري وبعدين يحطون اشياء خايسه ثانيه وتكمل بس انا شوف من ناحيه افلام من ناحيه افلام شوف نتفلكس خلاني اشوف افلام هنديه، خلاني اشوف افلام اسبانيه، خلاني اشوف افلام ايطاليه، يعني عاده انا ما اروح ادور افلام كذي عرفت شلون؟ بس أنها تلقى مثلا الالغوريثم مالهم يشوف شنو نوع الافلام اللي انا وزوجتي نشوفهم ويعطيني ريكومنديشنز غالبا تكون بعد من دول ثانيه فنطالع عرفت شلون؟ ويطلع عاده, عادة, عادة تطلع افلام زينه. الفيلم اللي, <applause> اللي رحت له مع زوجتي بالسينما اللي هو ذا بلاك ديمون. الفيلم... الف... <applause> الاسم حيل أيه بيسك بس بشوف فيلم ما يور مال اي شاركس زين شارك شارك موفي زين شفت شلون افلام شارك اول نايس كذي الفيلم باختصار بلاك ديمون جوز the جوز the بس دي. اسود جو... مو جوز جوز بس مو جوز بس مو شارك عادي ولا جريت وايت شارك لا ميجلودون مال ديناصور اللي انقرض هذا ايوه اللي انقرض أيه. العملاق عرفت شلون؟ ايه من قبل ف الفيلم بي موفي حد بي زين يعني لا تاخذ السيريس اللي انت قاعد طالعه التمثيل وايد سيء <applause> اللي, اللي ما تاخذه سيريسلي وبجت فاست اند فيوريوس ما ادري متى ينزل هذاك اللي <applause> فاست اند فيوريوس نزل نزل ها فاملي نزل كان موجود في السينما فاملي شو ايه اه هذا اه لازم هم اذا هذا فيلم دوانية حق حمد حمد فاست اند فيوريوس لازم مع ربع طالع حمد تخيل مو شايف ولا فاست اند فيوريس ذاك اليوم حطينا على فاست اند فيوريس 9 انا وقفت ونين. عند التاس انا وقفت اللي التاس اللي صار الخامس اي إيه؟ طيق طيب طيب على مال الفضاء. زعل زعل إيه وصل الفضاء إيه. زعل فاحنا احنا خلاص نبي نحط ببالنا من الحين <applause> ورايح اي فاست اند فيوريس ننطر على اساس حمد يكون موجود السرعه والغضب بس... لا انا انا وصلت الخامس ويا زوجتي وبعدين وقفنا ما لا تشوف. ما أذكر السابع وقفت انا السابع او السادس شيء كذي ما ادري اي اول جزء اللي كان فيه ستيثم روك يطلعون فيه؟ اي ما سادس ده. او الخامس ما السابع ده. سابع ما ادري إيه المهم انه وقفنا عند هذا آه بس هذا بلاك ديمون يعني كنا كنا ذا روك الكل زعلان منه هوليوود كلهم زعلانين منه ما حد يبيه منبوذ الحين صار احنا والله انا اشوف إن آه هذا السبين اللي سووه أحلى, إيه 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 إيه. احلى من فاست اند فيوريوس شو اسمه؟ هوبز ان شو هوبز ان شو احلى من فاست اند فيوريوس عناد فيه اصلا م. هو كنا البلان مالهم لقدام ل 12 جزء كنا صح؟ لا لا بس المقصد المقصد ان ان الحين دراك انا ماني غلطان الكل كل صاير في مشاكل بكل مكان. والحين رد هو دب دبليو اي؟ رد اي اي رد ماني غلطان اذا ماني غلطان هذا كان المشاهدين اللي يتابعون مصارعه يصححوني بس على خبري انه رد رد يعني دب دبليو اي مره ثانيه. فهي دوينج تو تو رولز يعني شكله خلاص بيوقف تمثيل بسبه انه محاربينه. ما ادري والله يمكن في المهم ما ادري ما ادري والله بس عموما عموما أه بلاك ديمون روحوا ل يعني فيلم شاليه إذا, اذا بتروح له روح له مع ربع ضحكة لان التمثيل تمثيل وايد سيء ما تقدر تضحك بالسينما نفس <applause> زين بس ال <اللـ تصفيق> الاخراج والبرودكشن ماله حلو عرفت شلون يعني أوكي. آه بس الاكتنج سيء يا تنطرونه نتفلكس او ايفر يعني هذا بيرفكت حق نتفلكس زين ساعتين طوله تقريبا تو اوكي ساعتين ساعتين عشر آه هذا هذا اللي انا سويته الفتره الاخيره انتو عندكم شات تضيفونها لا بس انمي وهذا بس نحول حق شنو اللي الفتره الاخيره يس اوكي فقره ال شنو لعبنا بالفترة الأخيرة؟ ما أدري حط سكراتش سكراتش شينغ شكون؟ زين مارك أوكي أنت تحكى عن انطباعك لي أنا انطباع نهائي على رزنتي لأن أصلاً ما ما أذكر صادفت تكلمت عن اللعبة على السريع وايد عجبتني ك ك ما تبي تبي تطلع المانجا اي والله هذا إيه؟ باختصار باختصار عفس الدنيا وهذا قاعد يسالون طلال مانجا وان بيس عفس الدنيا والحلقه الاخيره 10 من 10 وطقت الحلقه اللي قبلها يعني قاعد قاعد يصير تفجير الظن حل... حلقه, حلقة يعني. ولا كوميك قصدك؟ لا المانجا عفس الدنيا كلها الانمي حلقتين ورا بعض باك تو باك عشرات حلو ماشي بس اوكي هذه فقره الوانابيس الوانابيس <applause> في ناس والله دشوا تهجموا علي الونابيس. بتويتر تهجموا علي بتويتر تهجموا عليك؟ يس yes. اه اوكي يعني خلاص انت الحين صرت اوفش الجزء من إيه لا انت يعني, يعني انت وضيع وهذا وكذي انت و... انت من شعب الون بي سي اه مو شعب اه حس... اوكي الحين انت بح. حسيت انت ما... ما... انت قصدك انت قصدك قبيله ثانيه يهجموا عليك إيه قبيله ثانيه اللي ما ضد ون بيس قبيله منو؟ من 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 م... آه، مالت ناروتو صح؟ مالت اتاك اون تايتن اه صح صح ناروتو منو الحين اتاك تايتن خلاص خلص مسلسلهم اول للحين مراد يخلص للحين يخلص الجزء الاخير بارت 1 الجزء الاخير بارت 2 الجزء الاخير بارت 3 ايوه إيه؟ بعدين الجزء الاخير بارت بارت 3 بارت 1 ايوه <applause> بارت 3 بارت 1 ما هجموا عليك بعد هم من قبيله بليتش فالحين صار لا, في لا 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 صار رد بليتش فيمكن في صحوه قبيله لا لا. في بليتش مخلص خلص ردوا الحين كملوه انيميشن 13 حلقه نازله ولا الحلقات 10 من 10 تسوى كل الحلقات اللي طافت انا بليش ترى وايد ما شفت الا بس اول 70 حلقه ولا شيء كذي بعدين وقفت قطيته ما ادري كم بس, ف... بس الاجل انه وقف يعني خلص او مو خلص. خلص ما خلص, ما خلص. والله هنتر صح هذا الانيميشن مضبوط اصفط اصفط ويا بيشو منوت خلي يولي هذاك <applause> اللي بكيفه, هداك بكيفة هداك اللي بكيفه والله اكرهه ظهري يعورني يبط والله فجاه يرسم صفحتين انا مالي مزاج بعد ها بعد سبحان الله ها ظهري يعورني دراجون كويست بتنزل <تصفيق> <تصفيق> <مع> 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 ما نسيت الرسم ظهري <مع> لا ما اقدر ما اقدر هذا شو يسمونه؟ انا قبل هنتر انا 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 حاس من قبل هنتر اكس هنتر يعني الناس اللي 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 يشوفون هنتر اكس هنتر ويتذمرون ويقولون انا ادري انا لان مسويها من قبل مسويها بيويو انا ادري بيو اي بيويو هكشو بيو هاك شو وقف على اخر شيء يلا يلا مالي خلق مالي خلق يلا دراجون كويست بتنزل يلا يلا فانا ادري قبلكم كلكم انا حاسب هالموضوع هذا يب اي نو عموما لو نرجع بس حق روزن تيفل اه صراحه وايد عجبتني حسيت ان فاق توقعاتي كريميك لان ريميك 2 كان ستاندرد وايد عالي حق ريميك لعبه قديمه بس تدري انت 2 كانت تود يعني كان منظورها مختلف والتصوير غير وكذي فلما سووا ريميك حقها وايد تغيرت وايد وايد تغيرت يعني فور مبنيه على اساس الاصليه بس انه صار في اضافات جديده صار في تحكم مودرن صار في رسوم احلى تغيروا بعض المشاهد خلوها تلبق اكثر مع التوجه الفني الجديد وايد عجبتني صراحة السؤال هنا انت مم. كيعقوب تيفل الفور القديمه بالنسبه لك شنو؟ ماستر بيس من الالعاب من الالعاب اللي يعني خلصتها؟ هذه؟ اول تايم يعني خلصتها اي خلصت الجديده خلصت ايش رايك فيها؟ بغت... بق... بالنسبه لي القديمه اي ابريشيت بس اي واحد دي يعني خلاص ما لها داعي تلعبها خلاص اي خلاص ما لها داعي ريميك. تلعبها حلو يعني هذه هذه ريميك اللي اللي مسوينها عشان تش... تشيل القديمه عرفت شلون؟ نايس بالنسبه بيرفكت. لي انا يعني بيرفكت السؤال الثالث م. ريميك ريزنت ايفل 2 ولا ريميك 4؟ شوف شوف شيل ذوق ان انا احب جو اللعبه جو اللعبه انت كريمي قاعد تحكي كمتعوب عليه اكثر؟ ايه هذا السؤال صعب الاجابه عليه انا ادري ولكن انت شو تشوف؟ والله اثنيناتهم وايد متعوب عليهم وايد وايد متعوب عليهم إنزين لو ميولك انت الحين دخل ميولك بالموضوع قاعد يعني قاعد قاعد امرر اللعبتين شي فلاش باك بمخي بسرعه يعني إيه. <applause> انا اميل الى جو 2 اكثر فعشان كذا انا يمكن ما اقول ان الريميك افضل لا ح... ح... انا قاعد افكر بالريميكس ما قاعد افكر بالقدم لا, لا أنا, انا قاعد أفكر. ب... لا لا لا. على اقارن بين ريميكين ما قاعد اقارن كواليتي الريميك انا قاعد اقارن, أقارن, أقارن ايوه احلى ايوه احلى أيه بال... أيه. يعني استمتعت فيه اكثر والله اثنيناتهم حلوين يمكن شوف 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 انا انا يمكن نفسك اميل حق 2 اكثر انزين لاني انا احب احب اجواء راكون سيتي عرفت <applause> <applause> شلون؟ المنطقه هذه والدمار اللي حاشها والحوسه فيه وترابطه مع بعض حسيته حسيته احلى بس فور هو هو عنصري هو ما يحب الاسبان انا ادري قوهد له قوهد له الدين ما ما يحب انا انا ما أحب الاسبان انا انا بالعكس اجواء فور حلوه بس خاصه لما صار الدارك اكثر من قبل بعد احلى الصراحه لما لعبتها مو قادرة.. يعني تعرف اللي قاعد قاعد اوكي اذكر المقطع هذا اكثر اذكر المقطع هذا باللعبه بس اذكره كذي يعني لو ارد اطالع نفس المقطع هذا بالشكل القديم راح اقول الله شنو هذا <applause> <مع> وين كان عرفت شلون؟ الحين السؤال الثاني بس تو مايل تو اكثر شوي ايش كثر تهمك مرسنريز؟ مو ما انا ما احب مرسنريز مود عاد احلى مرسنريز مال ما هذا هو ف... آه انا مرسنريز مود ما أحب. وايد ناس عندهم فور ميرسنريز يمكن اهم من اللعبه. لا انا مو لهالدرجه انا انا <applause> الكامبين انا الكامبين عرض. احبه. على اساس كذي انه مثلا ومرسنريز زي الحين مو نازله فانا على اساس كذي انا قاعد اسال اذا م. نزلت ميرسنريز هل راح يكون تقييمك حق اللعبه راح يزيد؟ انا ما العب لا ولا جزء العب ميرسنريز ف مو مو ناستي ما احب العب تشالنج آه اه ويفز والامور هذه يقول ياسر نصر نزل مرسنريز بالنصر رمضان أيه انا اذكر هي ما نزلت مع اللعبه اول شيء لا لا بالبدايه كان مو موجود آه يعني آه انا انا امانه يعني ما مرسنريز كلش مو من اهدافي مع رزنت ايفل فانا يهمني الكامبين الكامبين ممتع استانست فيه وهذا اي رزنت ايفل 4 تحفه وايد وايد حلو هذا الريميك وايد وايد حلو بس الريميك آه هذا ولا ولا تو اوبت ثنيناتهم مشكله ثنيناتهم حلوين اثنيناتهم حلوين مخرجات كابكم مؤخرا رزنت تفجير سواء كانت 7 اه و8 او ريميكات الاثنين وايد حلوين هذا السؤال اللي اندار بالنت الحين خلينا نقول شيل ان ريزنت ايفل انستولمنت جديد مثلا 9 ولا ايا يكن اذا ريميك جديد توقع شنو وانت شنو ودك؟ اتوقع شنو وشنو ودي؟ ايه من ريزنت ايفل اتمنى يسوون ما اتوقع انه راح يردون 5 و لانه وايد اشاعات قاعد تقول انه 5 لانه صار في شيء بسيط بنهايه اللعبه مالت 4 هذه الريميك تشير الى فايف <applause> شوف هو هو وارد انزين انا ما اتمنى فايف كثر ما اتمنى فايف فايف احس ممكن تنطر شويه زياده عرفت شلون؟ في اكو مثلا عندك كود فيرونيكا من اكثر الاجزاء اللي انا اكرهها <applause> اصلا آه شكرا سديارو على السبسكربشن آه <applause> كود كود فيرونيكا من اكثر الاجزاء اللي انا اكرهها لان باختصار يعني ما ما عجبتني بذاك الوقت عرفت شلون؟ ودي ودي العبها الحين بشكل جديد عرفت شلون؟ اذا يسوون اذا يسوونها عاد شدني الموضوع ليش كنت كارهها؟ ما ادري في ذاك الوقت يعني انا امانه لو ارد العبها مره ثانيه الحين يمكن تعجبني بس ما ادري صعب احس صعب شط شط يقول شيط شيط يقول لك شيط في في شيط شيت في عندنا شيط شيط اي عندنا شيط شيط الحين يستاهل 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 وينه وينه؟ آه انزين في هذه ريزنت ايفل اللي كانت على 3 دي اس بعدين نزلوها على او اللي كانت ريفليشن؟ ريفيليشن هذه وايد نزل الاولى حلوه الثانيه اللي هي فيها كلير وبنت باري اتوقع باري شنو هي؟ ريفيليشن 2 ها لازم ايه لازم كذي وطفي شو تشوف يستاهل تستاهل زين ااا شوف أه. اي مال باري وريتشل الاول كان مال جل الاول مال جل وكريس اللي كان حلو اي ايه. است... ريميك الاول لا لا ريفليشنز الاول ريفيليشنز اي اوكي 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 ليش وايد يمدحونها؟ الاول حلو. انا لعبت لعبت الثاني الثاني حلو الثاني إيه. هم حلو. اذا لعب الاول الثاني تقول ولا شيء لا الاول ما لعبته إيه. الاول, الأول جربته بس ما لعبته اللي بالسفينه مال السفينه إيه. مال السفينه هو اكثر إيه. واحد اللي يمدحوه اي الثاني, الثاني الثاني زين ترى يمكن هذا زين بس لا يقارن بالاول يمكن ما يسوون له ريميك لا ما اتوقع ما احتاج ما هذيلا شوف مين ريميك حق مين لاين عرفت شلون؟ ريميك مين لاين اوكي هذول السايد جيمز لانهم ترى حتى ديزاين الالعاب هذه ابسط من الالعاب المين لاين فلما تيجي تسوي لها ريميك يا أن تغيرها بالكامل تخليها كانها تساوي المين لاين جيمز او أن تحسنهم تدري في جزء مظلوم بالنسبه لي زيرو 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 سيئه مظلوم ترى هو في افكار حلوه بس الريميك الريميك او يعني خلينا نقول اللعبه لما سووها بستايل ريميك 1 مظهرها حلو بس لعبه وايد فيها مشاكل ادري ادري مو هذا انا اقول لك ليش اللعبه مظلومه هي هي ككونتنت احس م. ان فيها كونتنت بس انظلمت على العموم بس عموما يعني اذا كان بيسوون شيء بالمستقبل ريميك يعني يردون له ودي اشوف كود فيرونيكا ودي يحببون ودي نخليهم يحببون كود فيرونيكا عشان انا العبها واخلصها بس, بس يعني يعني يعني. يسوون سايد بروجكت يسوون مثل لفت فور ديد وحطون كلها هانك <applause> تلعب اكستراكشن اوبريشن راكون سيتي بزباله بس بس امانه انا اهم شيء عندي لا تصير تركيزهم على سوافة ريميكس 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 ويعني يهدون المين لاين سيريز ماخذينها مين و اي دامنا دامنا شغالين على اثنين يعني انا عندي مثلا اذا سوى ريزنت ايفل 9 ابيها تظل فيرست بيرسون استخدام الثيرد بيرسون بالاضافه مالت مالت 8 حلو بس بس فيرست بيرسون لا جو مختلف ما ادري ليش يعني انا ريزنت ايفل 8 يعني نزلوا عنصر الرعب اللي فيها يعني كانت 7 7 كانت مرعبه اكثر لان البيئه مالتها مرعبه اكثر البيت و كنك فجن... كنك راد على على ريزنت ايفل القديمه اي اي ايت ايت صارت يلا خلينا نبدع بالبيئات عرفت شلون؟ خلصت خلصت ايت لعبت, لعبت انت؟ ما لعبت ما لعب ريزدنت لا شوف ايت ايت الفرق صح كلامك قل قل عامل الرعب فيها لان تغير الفكر مال البيئه اللي انت فيها عرفت شلون؟ مو يعني بدايتها بدايتها حتى لو تشوف مثلا القلعه هذه حلو يعطيك الاحساس تروح شوي 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 لين توصل المصنع خلاص <مم> صارت اكشن ايوه تغيرت تغير تغير لان تغيرت البيئه ف هالامور هذه شوي تغيرت بس الاكسبيرينس وايد حلو انا اتمنى انه يردون على التصرق. على التصرقع والله الهلل. والله ودي انا صراحه 7 كانت ممتازه من ناحيه تخويف وكذي فجاه شي يطلع لك تكفى لا ولكم تو ذا فاميلي سون بس والله شوف انا فور يعني فور من من اقوى الالعاب هالسنه نزلت لا تطوفكم ولعبوها تشتغل تمام على ستيم ديك تشتغل تمام على انا لعبتها بي سي طبعا بس انه يعني اللعبه تشتغل على ما تحتاج بي سي وايد وايد قوي عشان تشغلها ستيم ديك شغلها تمام فيا استمتعوا استمتعوا حلوه اللعبه خلينا نسولف عن زلدا زلدا صح زلدا اوف ذا دموع المملكه الزلدة اللعبة المنتظرة لأغلب الجيمرز الزلدة إلى حد الآن أنا ما خلصت أول دنجر رئيسي بس قاعد أحوس فيها وايد قاعد تحوس بالخريطة اللي اللي تحت إيه؟ لا وصعدت فوق وأحوس أماكن فوق أنا بعدي ما وصلت الدنجن الأول <applause> إي إيه إيه هذا هذا إيه التمبل إيه الرئيسي الأول الحين ما وصلت له أنا إيه رايح له أصلاً بس عرفت اللي تروح له تلقى هني كيف تلقى هني ما أدري شنو وايد, وايد 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 للشراينز الصغار اللي على أساس أنك انت إيه؟ ما لعبت بريث اوف ذا وايلد عدو صح؟ لا بس قاعد عدد. تلعب هذه قاعد العب هذه الصغار لان هذه شغلات من الجزء اللي قبله اي هي عباره عن ميني بازلز ميني بازلز صغار وبسيطه جدا وتعطيك واي بوينت حق الفاست ترافل يعني إيه؟ انت لما تنجزها فاست ترافل زائد إيه؟ يعني كل اربع اربع شراينات تزيد لك قلب صح زين آه بس انا مطنش من الشرائنات. انا يعني ما سويت لي يمكن شراينين من نزلت قلوبك ما تزيد ادري بس وايد اشياء تسويها فانا ما أخذ حصان وقاعد احوس اشوف تدري ان انا حصلت احصنتي القديمه؟ اي تحصلهم صح انا اكتشفت بعدين شفت كل أنا, انا مسمي الاول عندي حصانين من الجزء الاول غير يبونه واحد مسمي الكلب والثاني القطو اه اساميك اليفه والله إيه. انا مسمي وايت بوت براون بوت كاو بوت اوكي <applause> ما دشيت الجراج أنا اشوفهم مصفطين <applause> <applause> بالشارع ما اخذهم اه هذا ياخذ ما يحطة آآ آآ ما يحطة بالشارع آه ما يحط ما يحط بالاسطبل بالشارع اه انت ما تخشهم بالاسطبل؟ ترى ستاتاتهم ترى تختلف بعد ما آه ادري بس يعني إيه؟ انا قاعد اقول لك قاعد احوس أكي اكيد اللي ماخذهم ما عصبيا اللي قاعد قاعد احوس لاحظت شغله باللعبه وايد 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 وحوش تحصلها تحوس ون شوت كل يعتمد على السلاح انت شنو شايل وياك اللي ون شوت كل هم <applause> يطقونك <applause> اه اي اوكي دمج عليك وايد اي تبعد بعد انت حدك ثلاث قلوب قاعد تتمشى لا لا, لا, لا سالت لا لا عندي عندي عندي, عندي أربعة. اربعه اوكي سالت سالت حمد سألت... سألت... لابس ارمر لابس, لابس شيء؟ ارمر لابس انا فعلا حمد... لاحظت الدمج دمج, دمج أيه، سألت عالي حمد سالت بيشو شو يقول لك اي اي وايد يعني انا من تلعب شوي اوكي طقته طقه طقتين بعدين دارك سول الا يعني ايه يهفك بوكس دن 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 إيه لازم وجبه ما ينفع تاكل كذي انجريدينت هذه لازم وجبه تاكل آه. باي ذا واي لا لا مو وجبه آه. إنه إنه ان ان تطلع موسيقى البيانو هذا انك طق انت متوقع انه راح على الاقل تتحمل قلب قلبين اي 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 اي. عشان لا انت ميت بعدين راح تجرب تموت وانت قاعد تحترق بالغلط احترقت لان سلاحك ايه. كان فيه نار وولعت تحت لا, لا. هذه ما ما تصير وياي بس اي اي. بس المقصد المقصد إن ما ادري يعني عرفت اللي يصير عندك احساس انه وايد اشياء تبي تسويها وايد اشياء تبي تطقها بس لان وايد بالبدا يعني بالبدايه يعني حاطينهم بالبدايه لو انه مثلا اوكي تخلونه صعب يشيل يشيل ثلاث قلوب يبقى لك قلب ثلاث قلوب ونص ما يخالف بس عرفت اللي ما يحفزك انك تطق الحين مع انه اقدر بس تضيع وايد وقت انت بس تنطر تشوف شنو يطيح لك ها في ريورد صنع منه ولا لا ان اللعبه ما فيها ليفل بيست ما فيها اصلا ولا شيء راح تستفيد منه انك انت تذبح في وحش يعني انت ما راح تصير اقوى انت ما دريت إيه؟ إيه؟ انت ما دريت الحين الا اذا الناس خلصوه بساعه 33 دقيقه عادي عادي, عادي اي هذا سبيد رون شيء طبيعي هذا لان عادي خلص التمبلز شيء طب روح القلعه وخلاص السلام عليكم اي اي في شغله انا بس انا بستمتع باللعبه حق اسوي كذي هذه اللعبه اي صح مثل ما قال عدول هذه اللعبه انت تتمشى شوف بزرك. شيء يعجبك روح خلصه يعني روح بعدين شيء ثاني يعني مثلا مثلا طقيت <سؤال> انا واحد من الوحوش هذا اللي مزعجين اللي أه طيح لي طبعا وايد من هذيلا اقل شيء طيح لك طيح لك شيء على اساس تسوي فيوز حق السلاح. مو الريورد اللي اوه <سؤال>

الطالعه تحسف الطق فيه على اساس لا ينكسر إيه هذه اكثر لعبه لا تقول لي ريزنت ايفل اوفر طلقات هذه اكثر لعبه توفر اسلحه علشان بس أنا ممكن بس بس هن هن شو بلدأ شو بلدأ كلهم عادي ها 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 اللي, اللي يطلع ها لي شيء شي يطلع لي شيء كبير طقتين يلا عطني اللي اللي عندك هذه المشكله اللي اللي انا شخصيا واجهتني براث اوف ذا وايلد ان انا كنت اجمع اسلحه اهد القوايا واستخدم سكاريب و... و... اي تلعب إيه سو... انت هارد مود انا اي انا العب أنا... هارد مود بس مو سكاريب سكاريب يعني انت للحين تقدر تسوي فيوز وتقوي بعدين بالاند جيم مقارنه بالاشياء اللي ممكن تحصلها هذا كان بريث اوف ذا وايلد كنت فعلا أت... استخدم سكاريب عشان الاشياء القويه اخليها مره, مرة ثانيه الفيوز شويه الفيوز س... الفيوز حل هالمشكله شوي او مو حلها انا بالنسبه لي ما كانت مشكله انك تعود انك تستخدم الاسلحه ايوه لان انت تقدر لان الاسلحه وايد مقططه اي وايد اسلحه وايد, وايد, وايد مقططه صح كلامك والفيوز يخليك تشجع ان انت تجرب عرفت شلون؟ ما تخسران خسران شيء عرفت؟ ف فهذه من الشغلات اللي سيستم حطوه دايركت يحل مش يعني يفك ازمه بعض الاشخاص اللي واجهتهم بثر وايت صعبت ان الاسلحه تنكسر ووايد ذكية الصراحه في افكار حلوه بالفيوز آه. تستخدمها يعني آه. على النبله نفسها تقدر انت تركب شيء يقوي بغيه تحط العين اللي تلحق تقدر تحط قنبله تقدر تحط نار بس انا في تذكرون لما طلع التريلر مال الابيلتيز هذيلي الاسند وما هذا؟ و... ايه. الاسند أيه. <applause> الوحيد اللي انسى ان عندي <applause> اياها شو شوف انا ما اقول لك اول ما طلع التريلر كان اقول حق الشباب قاعد هذا اسند اكيد يعطونك اياه اخر اللعبه مو معقول يعطونك اياه من البدايه اي انا شو اول كان انصدم ان كل معطينك شو السالفه ترى باي ذا انت شفت الفيديوهات اللي يطقون من غير ما يسوون اتاك؟ لا انا ترى انا ترى متعمد ما اشوف شيء قص الشره قصه الشيره الشيره عاديه امسكها بالابيلتي اللي تمسك الجراب وبس حركها كذي بالهواء اه في الفيزكس يطق اوكي ما تطق إيه إيه ما الفيزكس يعور ولا راح يعور ولا آه. راح يعور آه. آه. بس تحركها وناد لك آه. اي وحش او وحش عود يبهني زين سولا ريوند آه فهي تطلع الريوند يحط كولجن إيه اوكي فانت شايف ففي افكار وايد قاعد تطلع هو ف... أو... هو شوف مساله السيستمز اللي حطوها الجديده الريوايند اتوقع لو... بروكن وايد ناس قاعد تحطمون على الريوايند انه بروكن شوف هو هو عندك الحين السيستمز الجديده سالفه ان انت تركب أت... اشياء ببعض زين او تلزق اشياء ببعض وعندك غير البطاريه الانرجي هذه اللي حطوها سيستم البطاريه اللي انت تشغل فيها بعض الاشياء الميكانيكيه يعني زين عندك هم بعد الاسند اللي هي تصعد تدخل داخل سقف وتطلع منه هذه هذه حطوها لان حطوا الحين باللعبه هذه كهوف ما تقدر تتسلق برا منها اذا ما تطيح داخلها مثلا ما في طلعه حتى لو تتسلق راح تطيح ما في ما في اكزت فتستخدم اسند عشان تطلع منها زين غير انها بعد تختصر لك الوقت بالتسلق والامور هذه فأكثر ابلتي انا انسى ان عندي اياها زين وعندك اللي هي التايم في ابلتيين للحين ما ادري شو سالفتهم ابلتيين انا ما طلعوا اللي ما ادري شنو هم زين نفس الشيء اي ف وناسه 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 اللعبه تدري إن شنو؟ أنا, ادري ان هناك التمبل اي بس في اشياء انترستنج يمك شدي اروح كيف دشيت طقيت وين شنو طاح لي اوه والله هالسلاح شكله قوي اخذه هالايتمات مرات تخبط ايتمات انت ما ادري السالفه مثل هذا انا شيء مثل ما قلت لك لقيت لي أه سايكلوبس ما شنو هذا وحش اللي بعين واحدة؟ اي بعين واحدة، لابس سلسلة سلسلته كلها اسلحة نايم ها؟ قوم 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 قوم, 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 قوم حطي اللي عندك لا لقيت واحد نايم على جسر وشو والفايت <applause> يمه اكل كان خمط اكله من <applause> اه عرفت اللي كله اكل حواليه هذا أيوة. نايم على الجسر شو اخر <applause> لا انا انا يعني هاللعبه هذه يمكن من اكثر الاشياء اللي لاحظتها من البدايه آه ان العالم طبعًا برتا ذوال يمكن لو لو, لو ترد تلعبها الحين راح تحس إن العالم فاضي أكثر من هذا. هذه لا هذه. شوية تحس إن زيادة عن. اللي لا مو شوية في في فرق حتى إن العالم تحس فيه ناس أول نادر ما تشوف ناس عاديين بالشارع. بس بالقرى. بس بقرى مدن وكذي بس هني عادي وانت قاعد تتمشى تشوف اشخاص عرفت شلون؟ ما الكوستات ففي في شغلات تحس ان العالم شوي حيوي اكثر من الجزء اللي قبله. طبعا احنا احنا قاعدين نحاول نسولف من غير لا نسوي سبويلرز او شو. لا نهائيا أيوة. نحرص على هالشيء. اي ف فسالفه ال... يعني شوف الاشياء اللي كانت بريث اوف ذا والد رجعوها بشكل احسن بشكل ملحوظ احسن. عدول يمكن ما عنده الانطباع هذا بس لا. اتوقع انطباعك المبدئي عدول شو رايك فيها؟ انت ترى انت آه انت خبري ما تلعب زلده يعني هي لا بلا انا العب القدم اي ما لعبت شيء مودرن جديد لا الجديد إيه؟ ما ما إيه؟ لعبت ميددد. يعني حتى اعتقد يمكن لين وند ويكر وقفت صح؟ اي اي ما لعبت عقب وند ويكر انا ما اذكر لا. لا. لا, تلعب ويند بعد بعد وند ويكر أي. ماكو إيه؟ شيء اللي قصدك اللي هم تويلايت برنسس تويلايت برنسس وسكاي وورد سورد ما شيء منهم اي اوكي بس آه حلو بس اذا اذا كنت بذم شغله يا اخي ما ادري يعني مو عاجبين الموسيقات باللعبه موسيقى, يعني موسيقى هذا الجزء عاد موسيقى اكثر من قبل ترى على فكره زلده كان من احلى الاشياء اللي فيها الموسيقات الاوفر وورد وال والدنجنز بشكل عام يعني أي يعني مرات تعطيك سكون قاتل آه فبس هني هني الموسيقات امبينت امبينت ميوزك آه ما تونس انا شوف لاحظت الموسيقات بالكاتسينز لان هالجزء هذا فيه كاتسينز اكثر من قبل يقول يقول ما يونس صوت ما يونس حتى الموسيقات الموجوده ايه ما تونس, رح تونس الفيليجز رحت الفيليجز ما تونس يعني روح هذه روتو تسمع مثلا جرودو ايه يعني لحن ايه مين ويتغير ايه اي اي اذا جرودو ما ما ضبط الموسيقى فيها مصيبه يعني جرودو يعني دائما يكون هو ابك يكون, أبكي يكون إيه لحن يعني يعني الاندلسي اندلسي شكو اندلسي اندلسي ايه؟ سمحت ايه؟ سمعت اندلسي. ايه؟ اندلسي. ايه؟ اندلسي لا, لا مو اندلسي, اندلسي. لا, 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 لا. لا 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 بس يعني هو شوف الموسيقات حق التوجه اللي هم مسوينه راكب بس مو ساوند تراك عرفت شلون؟ الا في اجين بعض الحالات نفس مثلا لما تروح مدينه مثل ما قال طلال او مثلا بالكاتسينز سينز يكون شيء سينمائي يمشي على الكاتسين بس مو شيء انت تروح تبطل ابي سبوتيفاي ساوند تراك زلدا عرفت شلون؟ اي ايه, إيه لا مو, لا. مو نفس اول كذي لا لا اختلف اختلف توجه اللعبه بس هم احسن من بريث ذا وايلد بريث ذا وايلد كان اقل من كذي بوايد عدل انت انا انا بالنسبه لي اشوفه ابجريد انت بالنسبه لك هو انطباع واحد انطباع واحد عرفت شلون؟ اي ف والله انا مستمتع فيها وايد انا قاعد العبها على سويتش اولد قاعد العبها بورتبل اكثر شيء حلوه على شاشه الاولد مالت الجهاز هي زينه ك يعني اداء كبورتبل. اللعبه انا اصلا متوقع اللعبه يعني اصلا المفروض على السيستمز اللي فيها وهذا المفروض تموت ادائها وايد زين على السويتش اي هي في بعض المرات تموت ولكن وايد زين لا تموت وقت اللي يصير مثلا في اكو ستترنج صغير يصير إيه. وقت اللي مثلا قاعد يسوي ستريم حق شيء جديد مكان جديد انت رايح له او قربت صار في لودنج يكون ستتر خفيف بس ان جنرال الاداء وايد صار وايد زين يعني عرفت شلون؟ حق, حق هالجهاز هذا صار الحين سبع سنين مشكله إيه ما حد ما حد ذاك اليوم قاعد اسولف ويا حمد آه قاعد يقول لي قاعد يلعبها برو ما حد فيكم حطها برو مود؟ اه اللي يشيل الخريطه ويشيل لا 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 ما سويتها براث اوف ذا وايلد بس بعدين حسيت ما ادري ما هو يعني يقول لأن اذا حطيته برو مود ادري وايد راح اطول ويمكن اضيع وهذا لا يقول احساسها حلو انه اذا يبي يروح مكان يصعد تله وبعدين يقعد يستخدم المنظار اكثر هذا إيه 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 المنظر مالها ما ممتاز أيه المنظر مالها انه تقدر تسوي تارجت على شيء ويحط عليه ايوه يعني ويحط يعني يحط عليه فعلا صح هذا براس وايد ما كانت موجوده 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 بس ما اذكر اذا البن يصير على على طول كذي ولا بالخريطه تسوي البن ناس البن ما اذكر لا كنا يصير 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 قاعد تتحكم ايه 2017 تب... اللعبه صح؟ امم ام. اي شوف كم اه... انا انا البرومو جربته بريث اوف ذا وايلد انزين بس ما يازلي لي لعبت فيه شويه كذي بس بعد حسيت انه ما له داعي ايش حق اشيل عن نفسي داتا مفيده اه... بس في ناس اعرفهم لا يحبون برامود عشان يندمجون اكثر عشان بالضبط يعني هو بس ما... ما يضر يعني اي ما يضر باي ذا واي حق الناس اللي ما لعبت زلده من قبل وتبي تبي تلعب العاب زلده او من هذه بالتحديد او اللي قبلها ترى الفايت سيستم مالها حيل بيسك على اساس الناس يقولون احنا نموت مثلا قاعد يقول عدول احنا نموت بسرعه ترى مو هو فيري سكيلد مو دارك سولز بس إيه. بس لا. لا, لا هو بس بس بيسك. هم لازم هم لازم تنتبه عشان إيه بس إن ان تكون مركز تنتبه اوكي تعرف شنو الحركة بس انتهى الموضوع. بعدين انت لو تستخدم السيستمز الموجوده باللعبه راح تلقى في اكو وايد اشياء تفيدك بس انت تقدر تذبح ناس اصلا من قبل لا يقول لك اصلا. اي يعني انت لو تستغل مثلا يعني بس انا انا اتكلم عن عن الوحوش اللي يكون لهم اسم وهيلث بار. ايه اي ميني بار هذا وايد بالخريطه. اي لا انا اقصد ان جنرال يعني الكومبات باللعبه لانه معطينك وايد حريه بالفيوز فالحين راح يصير عندك لاير اضافي حق الكومبات عرفت شلون؟ الكومبات أه. مو بس بالطقات، الكومبات بالافكار اللي اللي انت ممكن تستخدمها بالاسلحه مم. بالبيئات اللي حوالينك عرفت؟ في شغله تدري ان في واحد من البوسز ما ذبحته؟ اكيد لا, لا لا, لا أتحرك. لا تحرك لا تحرك ما حرق بس في واحد ما عرفت شلون اتعامل وياه حاولت اصعد فوقه، حاولت اطقه، حاولت احط له شيء احرق جن الجندم لجو... الجندم مالهم؟ ايه هذا سهل سهل هذا هذا تلقى شفت هذه مالت شو اسمه مالت في فوق فوق فوقه صخرة اكو صخره هذه اللي تكسرها تطلع أيه شنو أيه. بس كسرها طقها هذا هذا الدمج ماله هذا طاقته صدق ما شفته اصعد فوق راح تشوفه لونه اسود كذي لا لا اصعد فوق اذبحهم ما انتبهت عليه لا لا اصعد فوق لازم تصعد فوق وتطقه أه هذا مثلا هذا يذبحك بطقه هذا طقه واحده؟ اي هذا يذبحك بطقه اي طقني انخش ورا الصندوق اي ثلاث اربع مرات ذبحني قاعد اقول ترى هذا هذا دخلت كهف لقيت واحد كذي مثله بس مطور من غير جوبلنز في مكان لقيت مبات ما يموتون المبات اصعب من البوس الميني بوسز صح <تصح> انا انا ايادي كذي ايادي ايادي تمسكك بعدين بس وتشفط دمك ما ادري بس وانحكرت داخل الكهف مو قادر اطلع اسند ستارت لود اسند الابيلتي اللي انت تنساها لا بس هذا تدري شنو قلت لا اللي راح يموتون كان استخدم كل القنابل واستخدم كل النار شخصنها شخصاً كان شخصاً شخصاً اصعد ايه ايه فوق كان اصعد فوق واشوفه تحت اروح على طو... بوف وارد اصعد فوق مره ثانيه طولتك الساعه الاربع، ما ماتوا <applause> لا لا انت يا اهل يا اهل يا, يا ثلاثه هاهل. منهم وهم خمسه باقي اثنين ما قدرت خلص كل شيء اسلحتي انكسرت كل شيء تفصقت خلاص خلاص سلمت نفسك كذي اللعبة <applause> عليك اللعبة حلوة اللعبة وايد حلوة يعني اتليست من مقدمتها تقدر تقدر تشوف الفرق بينها وبين براث اوف ذا حتى غير سالفة اللي السكاي اريا الخريطة اللي بالسماء هذا بروحة فيلم ترى طريقة فتح الخريطة حلوة اي اللي جديدة انا أي. تشوف تفتح اللي فوق وتفتح اللي تحت أيوة. تشوف وانت شطارتك وين تروح اها يس آه زلدي يعني لو نظل نسولف فيها ما راح نخلص بس لعبة الحين قد التوقع اتوقع الفترة خلال الايام الجاية راح نشوف يعني حقات الجاية راح نعطي ابديت راح نعطي ابديت اتمنى يعني. اخلصها على المزاج قبل فاينل انا ما راح استعيل لا لا انا انا بلعبها طول السنه ما راح أ... بلعبها على كيفي على رواقة بستمتع فيها ما ماني مستحي وبعد اسبوعين ستريت حتى لو أخذ فايتر حتى بريك والعب فاينل عرفت شلون؟ بعد اسبوعين ستريت فايتر راح عود ستريت فايتر تونا تخلص خلص, 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 خلص ستريت فايتر البيتا لحظه تعال ستريت فايتر 6 اوبن بيتا انتهى اليوم الصبح اي اليوم الساعه 10 صح اي فكان اليوم ولا أمس؟ اليوم اليوم الصبح اي اوكي كانت تجربه وايد حلوه آه، اوبن بيتا هذا خلاص، اي واحد كان يقدر يدش على البلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سي. سؤال ايش رايك بالكاركترات اللي موجوده اللي تتمشى باللوبي؟ تصدق ما... تصدق بالاوبن بيتا ما شفت آه، استعباط وايد؟ عيل انت ما شفت كاركتراتنا. منو انت وطلال انت وشباب يعني؟ آه، 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 انا شفت ما صلاح. شفت شخصيه علاوي. شوف في سداح كان فيه بس مو كثر ديو، مو كثر الكلوز بيتا. السؤال آه، 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 الحين آه. انزين؟ هل انا لأن طقيت راندوم راندوم هل انا إن سويت هاجر لا تقدر تعيد يعني مثلا آه اللي عارفه شفت الكاركتر اللي تسويه لما تروح هذا الو الورد تور اتوقع او شيء كذي اللي توصل سنجل بلاير سينجل بلاير اي تسوي تمسحه اذا تسوي واحد جديد ينمسح هذاك القديم كله اوكي يعني, يعني نقدر نغير اتوقع بس انا بس انا يعني بسوي واحد يعني يعني المفروض ما ادري انا ودي اسوي عبيط بس ودي اسوي عتر انا سو... انا سويت انا انا ما عورت راسي وسويت هاجر هاجر شايب شعره شعره ابيض واحد يسوي وعند... كريتوس ما شفته تدري لو تسرح الحين بالنت ردت ولا هذا مثلا اقول ابي الشخصيه الفلانيه كاركتر كستمايزيشن ستريت فايتر 6 إيه يحط لك ال... الريسيبي لان بالاخير في ريسيبي إيه اخر شيء يعطيك الريسيبي صح هذا حركه وايد حلوه يعني حق اللي حاب مثلا يسوي نفس الشخصيه بس هذا الحكي تقدر ترد تبدل ولا لا ما أنا اذا تقدر ترد تبدل الناس على كيف تسوي إذا, اذا اذا يصير تمسح داتا مالت وورد وتسوي شخصيه جديده كل مره اي دونت سي واي نوت خلينا بس اي تجربه الاوبن بيتا مثل الكلوز بيتا سابقا يعني وايد كانت حلوه بالبدايه كان في شويه مشاكل كونكشن ومباريات ما تشبك وكذي من بعد ما تضبطت الامور هذه هل هل بيتا ركزت على الرانكت اني العب رانكت اجرب رانكت مود الرانكت <applause> هني نفس أه أه اول دش كيو رانكت ويعطيك ناس قريب من بينجك بس هني حاطين اللي هو الاختبار اول شيء البليسمنت تيست البليسمنت تيست يخليك تلعب عشر مباريات بناء على النتيجه اللي انت لعبتها والتقييم الأول اللي انت حاطه حق عمرك حق نفسي انا حطيت حق نفسي بلاتنم من البدايه لا انا حطيت هذا عرفت الانترميديت هذا انزين <applause> انا حطيت حق نفسي شو يسمونه حطيت حق نفسي شو يسمونه انا مثلا اوكي بلاتنمي بلاتنم رانك فدشيت التقييم ما راح التقييم اللي هو عشر مباريات على كم مباراة تفوز انت منها هو بعدين اللعبة تقيمك انت فعلا بلاتنم ولا اقل اقل من 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 الرانك هذا ولا فانا بلوك جربت الرانكينج البليسمنت تيست وخذيت بلاتنم زين اعطاني بلاتنم 5 ستارز اتوقع لو اكمل راح ابلش دايموند والامور هذه ف... والناس اللي بالماتش ميكينج فعلا يقطك مع ناس بلاتنوم او اعلى زين الغالب كانوا اعلى مني كانوا دايموند وكنت العب وافوز وخسر الامور هذه والامور طيبه وناسه وناسه وايد وناسة, وناسه تقدر تلعب انت ماكسيموم بنج حسيته تقدر تلعب فيه ماكسيموم من غير ما احس بمشاكل مو مأذيك. مو مؤذيك مو مؤذيني 200 واقل شنو ال 220 انا 200 220 كنت انا كونكشن ترى 5 جي ها 5 جي, شنو, جي شنو شنو الرول باك في كم فريم؟ اتوقع آه هذا, ايه؟ هذا اهم من باك 2 3 از جود اتوقع هذا اهم من هو البينج مؤشر مبدئي عرفت شلون؟ البينج مؤشر مبدئي كمؤشر مبدئي تحت ال 200 وتحت انا اشوفه ايديل زين الرول باك والديلي فريمز عامل اكثر اهميه من بعد البينج البينج راح يعني البينج ممكن يكون شخص بينجه 200 بس الكونكشن ماله متذبذب فتلقى الرول باك فريمز تزيد وتنتع يصير اكثر عرفت شلون؟ ما ما تكون سموث المباراه بس ممكن يكون البينج عالي بس باجي الرول باك والديلي ثابت فالتجربه زينه عرفت شلون؟ okay. أنا ما لعبت مع يابانيين هل هل لا أنا رحت يوروب بس ألعب أي أكثر شيء بيوروب أنا لعبت مع أوروبيين لعبت مع خليجيين وايد كونكشن مع الخليج ممتاز لعبت مع صاحبنا مو حاطين ميدل إيست مو حاطين ميدل إيست سيرفر بس تلقى آه دش أوروبا شباب قاعد يسولفون آه آه يعطيك العافية ولد عمي بالشات زين بالعين وال2 بال3 وال آه المهم شو يسمونه أه أه لعبت الكونكشن لعبت وايد وايد مع صاحبنا احمد العوفي اي دانتي الله يعطي العافيه لعبت معاه وايد وايد وهو بمكه المكرمه أه كونكشن معاه كان البينج من 8 الى 90 أه رول باك فريم صفر <تصفيق> كان اميزنج <applause> <applause> الكونكشن معاه كان ممتاز وداخل الكويت الشباب يلعبون 10 واقل داخل داخل الكويت باريت باريت كويتيين باريت وايد كويتيين واحد منهم لسبب ما كان البينج معاه 116 زين الباجي كانوا الراوتنج تلقى انه مثلا اي شيء بالراوتنج عنده راوتنج مثلا ايه حق الهند بينج بينج اب نورمالي عالي بس الكونكشن سموث كان آه الاغلب كانوا بالاربعينات ستينات كذي الكونكشن كان معي انا يعني على 5 جي كان بهالحروه وكان كله سموث مع البق مع البق لا البحرين ما لعبت لعبت مع المغرب كان 100 و 140 130 البينج معاه انزين وسموث لعبت مع الإمارات لعبت مع يمكن ثلاث اربع اماراتيين كونكشن وايد كان ممتاز آه لا هاللعبه هذه حق حق الاونلاين راح تستانس حتى مع اوروبيين سبان المان آه 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 شفت فكره الاركيد انك انت تلعب وكانك حاط فيشه وناطر دورك تباري الاحساس هذا انا الباتل هاب والله لوبي وناسه تقعد فيه حتى لو ما تلعب اي بس تقعد تسولف تشوف قيوم تشوف, الخ... تشوف, تشوف, الـ تشوف الـ القيوم تشوف خرابيط تقعد تدش دور تدش دور أيوه؟ آه توقف دور مثلا هني واحد قاعد يلعب قوي بس مو رانك قاعد يلعب كاجوال تدش تصف دور تخيل في, دور. في اوبن مايك مصيبة. لا اوبن مايك مصيبه لا بس الشات حيوي عرفت شلون؟ الشات بنفسه اشوفه كان وناسه الناس يسولفون في ناس تراش توكينج بالشات كاركترات الكاركترات اللي بلاي قصدك؟ إيه, ايه انت الحين شنو اللي شوف شنو الكاركتر اللي شادك اللي ودك تلعب فيه رقم واحد؟ شنو الكاركتر اللي شفته او بي بالنسبه لك اوفر باور الى حد الان؟ ما اوفر ماكش باور ما في شيء لا يعني لا يعني بوتنشل خلينا بوتنشل ايه شوف خلينا خل نعطيك بطريقه ثانيه انا الشخصيه اللي دشيت فيها رانك العبها العب فيه سيريس سيريس ابي ارنك واجرب الرانكينج سيستم لوك هذا اخر شخصيه انا العب فيها للحين اوكي سيت فايتر 6 و... والعب العب فيه يعني مزاري. كامل اريحيه مع سيستم اللعبه عرفت شلون؟ الشخصيه اللي تفاجات جربتها وتفاجات انها وايد وايد بط يعني ونسني آه... كيمبرلي كمبرلي كمبرلي مو صدق كمبرلي غيرنا بالبيتا قويه انزين لا آه... تنسى انه صح الاوبن بيتا ترى إيه؟ بلد قديم بلد قديم بلد قديم لا الديمو اللي اللي موجود الحين اللي تلعب بس بريو لوك في اختلافات ادري ادري ادر. هذا عندك دوك ايه؟ بالاوبن بيتا عنده بلس فريم جابس بلس فريم جاب يعني في عنده اشياء غير و... في في بعض التويكينج صار بالديمو فيرجن عشان كذا انا حتى قاعد جا... اقول حق حمد الديمو فيرجن آه الديمو فيرجن يختلف عن بلدة احدث من البيتا انزين مو بس من ناحيه ال شو اسمه مو بس من ناحيه الجيم بلاي ايضا من ناحيه الاوبتمايزيشن الـ راح ادخل على الاوبتمايزيشن بعد شوي بس آه, طبعا انا قاعد على البي سي زين الل اللعبه آه من ناحيه الشخصيات قصدي اللي حسيتهم اللي فاجئوني لما طلعوا لي ناس يلعبون فيها زين بشكل وايد ممتاز كان لي طلع لي واحد سعودي يلعب كان لي والله كان لعبه بط فيها كان طلع لي بال بالـ... بالـ... اظن كان كان راك يا دايموند دا او بلاتنوم زين لعبه تشانلي فاجئني ما بارت تشانلي زينه لين باريتها اوه بالرانكت وايد وراني تشانلي شنو عندها زين آه قايل يعني عندك مثلا من الشخصيات اللي آه اوه حمد وصل زين قايل عندك مثلا من الشخصيات اللي كانت آه يعني كونسيستنت قويه يعني لما يطلع يطيح بايد واحد قوي تشوف شغلات حلوه فيه آه بس أجن مثل ما قلت لك اهلا حمد زين مثل قلت لك اللي اللي انا اخر البيتا على الوقت الضايع يعني استكشفتها واستانست عليها وما مداني اكمل بعد فيها زياده كمبرلي وصلت فيها سيلفر بال 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 بالرانكت ماتشز ووقفت كل كاركتر اي هذه شغله وايد بطل ستيت فايتر 6 او شيء شلونك حمد؟ حمد شو اخبارك؟ انا والله حمد خلصنا سوالف زلدة فالحين دشينا ستيت فايتر اي تكفى لا تسولف على ستيت فايتر خلاص زين بس انه من الشغلات الحلوه اللي سووها بهالجزء هذا ان كل شخصيه انت تدش فيها اونلاين لها, لها رانك ساس. لها بروحه تمشي فيه حلو هذا شيء مو لازم انت يعني الرانك مو على الاكونت مالك الرانك على الشخصيه اللي انت تلعب فيها اللي باكونتك بالضبط فهذا شيء حلو يعطيك حافز ان انت تدش تلعب رانك بشخصيات وايد وكذي يا حافز شلونكم تمام شو اخبارك انت شلونك ها الحمد لله حياه جميله يا <applause> فالبيتا كان ممتاز تجربه ممتازه بانتظار اللعبه ان شاء الله واوبتمايزيشن البيتا تعبان اوكي على هاي اند بي سي عندي بي سي في 3090 كان الاداء ممتاز احسن من البيتا القديم زين أه بس على اللو اند بي سيز اداء الديمو وايد احسن من البيتا وايد احسن، اوبتمايزيشن اصلا فرق السماء على الارض. أه فاذا اوبتمايزيشن إذا البيتا هو نفسه اللي راح يكون مبني عليه اللعبه النهائيه اتوقع سوري الديمو اذا كان اوبتمايزيشن الديمو نفس اللي مبني عليه اللعبه النهائيه اتوقع راح راح تكون لعبه ادائها ممتاز يعني على الـ على البي سي. اما على البلاي ستيشن انا ما اشوف احد اشتكى ما اشوف احد تحلطم ان نسخه البلاي ستيشن فيها مشكله عادي اي انا اشوف الامور طيبه انا لعبت بلاي ستيشن على بي سي مو قادر اشبك انا كل ما أي. اشبك يطلع كان, كان في مشاكل الكونكشن صح آه بس بالبلاد آه بالبلاد سوني كانت زينه على العموم بعد ايش لعبتوا غير ستيت فايتر؟ سولفنا ريزنت ايفل 4 وسولفنا زلدا وسولفنا الحين البيتا مال ستريت فايتر 6 بس هذا لعبت ايب آه اسكيب <applause> <applause> لأول مرة بحياتي شنو المزاج انك دشيت او شنو الدافع كان؟ <applause> انا اشتركت هذا البلس حلوة ايامها كانت لعبة وايد حلوة ايامها انا اشتركت بلس اللي هو الاعلى تير قلت منها على اساس انه أنا تكون في العاب يعني حق ولدي ما ابي اشتري له خلاص يصير هو أكثر ما عندي اكس بوكس وما ابي اخذ اكس بوكس عندي بي سي وما ابي جيم باس لانه ما بيستخدم يستخدم الكمبيوتر ابي استخدم كونسول فعلى البلاي ستيشن 5 اشتركت اللي هو البلس اعلى تير هذا نسيت شو اسمه زين وفي منها العاب بلاي ستيشن 1 فنزلت ايف اسكيب ونزلت هورايزن هورايزن يعني كنظره اولى يعني الرسم اوكي حلو كذي بس سيم سيم ما حسيت قاعد العب لعبه جديده امانه بس انا أحب بدايه اللعبه قاعد اطقطق فيها أه بس ايف اسكيب اول مره العبها الصراحه ما شلون طافتني ايامها؟ فكرتها تونس سالفه انك تدورهم ومخشين. إيه وصاحبين بس التحكم صعب تو أنالوج هي من اول الالعاب اللي جابت فكره التو أنالوج. انك شلون تتحكم بشخصيه صح والتحكم الثاني دول شو دول شوك اي تصيد إيه بالنسبه لي انا اوكي بس ولدي شوي عانى انه شلون إن يتحكم بال لان التحكم بالكاميرا شوي غريب باللعبه انزين مو للحين ايامها ما فهموا ما حطوا ستاندرد حق تحكم كاميرا انزين ف شو يسمونه؟ الكاميرا كانت بليد جام والانالوج انت تطق فيها تستخدم الايتمز. كنا اي ف فاغلب الوقت انا قاعد العب ولدي طالع وجرب هذا سوي كذي وروح مني وهذا فالافكار اللي فيها حلوه يعني اللعبه كيوت. آه <applause> الجزء الاول نزلته وقاعد نجربه يعني. غير كذي قاعدين نستكشف العاب بال اسمه بال بال كنت بقول جيم باس جيم باس زين نزلنا لعبه ماستر تراكس وشي سوالف هذه قاعد نجرب بس اي طيب. ولدك عنيف نج... انت ماستر تراكس وحركات ايه. عندهم هذه ماستر جام هذه لعبه لو شنو ما اشتريها انا حق حق ولدي بس لانها موجوده بالكولكشن <applause> هذا مال الالعاب الكاتالوج نزل 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 طلع في قلبك ايوه <applause> نزل يلا تحب ماستر جام يلا هاك هذه ماستر جام ف يا رديت العب جي تي 7 هم بعد قاعد اكمل الجي تي 7 وايد وايد فاخره ابي 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 العبها VR بس بس مش مش في ار بس تدري اشتري الفي ار هيدسيت انا قلت لك انا اتوقع باكر مؤتمر ثاني والله يقولون في, يقول في وايد كبيره حق الفي ار خلينا نشوف اي يوم الاربعاء ان شاء الله انا ابيها بس حق جي تي للحين ما شوف شيء ثاني ابي في ار اكثر من لعبه عشان يعني انا جربتها في ار كنت على طريف واشتري الفي ار بس عشان انا الفي ار وعندي عندي سكان انا خالص سكان جاهز عندي واستخدمه حق جي تي 7 بس ابي الفي ار الحين ابي العبها في ار الفي ار الكل مدحها بشكل خل طبيعي خلنا نشوف يوم آه. يوم الاربعاء يبين خلنا نسوي قطيه حمد انا وياك انا الحين مو مقتنع حتى بقطيه خليني اشوف على اربعه على عشره لعبتين ثلاث صادف يوم الايفنت؟ الاربعاء الاربعاء ان شاء الله الاربعاء بالليل الاربعاء هذا بعد يومين عقب باكر بالليل اخر الليل الساعه 11 يا سديارو حبيبي بس انا ترى انا الالعاب اللي قاعد اقزر فيها وقت يعني الحين اذا م. بوقف شوي زلده ولا هذا يا اللي شيشني اللي ورا هو وبيشو رج ورق... رق ليجسي 2 م. قاعد العبها وطبعا اللعبه المرض ويا علاوي فيفا اه فيفا ده. بدش جيم باس الحين كنا قريب اي اي بدش اي بس آه. فيفا 23 اما اقول لك انا تبي المرض الزياده م. هو انت عندك اكونت اي صح؟ شنو الفائده منه؟ زين ان الاكونت مالك لو تشبك فيه من اي مكان البروجريشن مالك موجود مكس. ولا صح يعني كابكم اي دي مثلا هي تلعب سوني ولا تلعب بي سي مفروض انه موجود يعني اي دي كنا لا اوكي يعني انا يعني هذا الاكونت <applause> مال الشركه انا هذا اللي استوعبه اوكي اوكي تقدر تروح تلعب اكس واكس وتاخذ البروجريشن مالك بس ما تقدر تلعبها بي سي يعني تقدر يعني تلعب سوري تقدر تلعب بي سي بس البروجريشن مالك ما نخل من الكونسول شوف ب... من ناحيه كابكم الاي دي يسوونه عشان تلعب كروس بلاي اي الاي دي بس عشان يقدر يفتح الكروس بلاي ما له علاقه انك تنقل سيف مالك مو البروفايل مالك, مالك. في العاب يقول لك لا في كروس بروجريشن يعني اوكي هذا الحين استوعبته بس الحين فيفا في كروس بروجريشن حق الكونسولز بس بتوين كونسولز بس البي سي مو مربوط مو مش مربوط وياهم بس أيوة. يستخدمونه عشان تلعب كروس بلاي أيب. اي اوكي والشباب يقولوا لي كان الحين تنزل جيم باس العبها بالبي سي فيفا يعني أي. قلت لهم بعيد الشغل كله من اول لا يعني خلاص اللعبه على نهايتها والله انا ودي العب فيفا صراحه فيفا 23 شكلها لا 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 بس, بس ما بي بس لا. مو انترستد بفوت لا ما بيلعب مو 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 المشكله مو كذي ولدك راح يخترب لانه راح يشوف الدارك سايد مال ابوه لا اي دارك سايد فيهم انت ما تدري انت عندك دارك سايد للحين ما طلع ما لعبت فوت صح؟ ايه لا ما في نوت أنت صراحه العب كذي كول احسن العب مصر تراكس وحركات ايه ايه عادي عادي لدرجه أن مرات عليوي لما يلعب من كثر ما هو وصل البيك ماله انزين يعني انا انا اشوفه مرات يكون بيك ايه الكلام ما تفهمه شنو اللي قاعد يقوله هو لدرجه إن انه تحس انه اوتوماتيك يتشفر زائد <applause> هو يسوي التف فور التف فور ويسكر البي سي انستنت يطلع من ديسكورد انستنت كذي فمع شباب ديسكورد اوكي حاشت الحاله <applause> تكفى قول لي مسجل ها؟ <applause> تكفى قول لي مسجل لا مو مسجل <applause> <applause> يقول هذه اللعبه الوحيده لو تدفعوني فلوس ما اطلع فيها ستريم هذا ما يصير ما يصير ادعوني <applause> <applause> مره ثانيه اذا دشيتوا تكفون ودي صدق اطالع اي والله ودي ودي اسمع ودي اسمع كل يوم بالليل ها <applause> <applause> والله صدق زوري انتم شو تدشون قبل الفجر ولا شنو؟ لا احنا ندش من الساعه 10 11 ل 2 شنو كول بينكم يعني ولا بالسيرفر؟ اي ديسكورد جوكم صعب ديسكورد اه اوكي سيرفر ثاني تدشون مع صلاح اه ديوانيتهم <applause> ماشي <تصفيق> <تصفيق> انت تقول لنا شنو لعبت؟ شنو لعبت؟ يعني اذا آه، تبي تسولف عن لعبه من الالعاب اللي احنا لعبناها زلدة خلاص و... تكلمت عنها ما راح ازيد أ... باختصار فاقد توقعاتي كلها نفسها سؤال ديب احلى من الاول يس. حلو زين وانا تقبلت نظام التكسترس نحو هذا فيعني ال... هذا اللي غير نظرتي الى اللعبه اللعبه تشبه الاول فيوز سيستم ثانك يو أيه. الفيوز والاسند وهذيل لا بس انا تقبلت ان الاسلحه تنكسر وانه خلاص مو زلده القديمه فيعني قمت خلاص مشيته اوكي فقمت استمتع شوي خلصت تمبلز رئيسيين وصلنا اليوم لمكان في مكان عند التمبل فوق كانت تقول لي بدي خلينا ننزل كان ننزل فبعدين بس خلاص تبي تصعد بعدين أصعد بروحك بروح البيت كان تروح البيت فيعني اه هي إيه قاعد تلعب شخصيتك قاعد تلعب تسيفتك معلش بعد أشوف ان شاء الله السنه الجايه هو الحين ما له خلق صح <applause> لأن لأن انا يمكن ما خلص زلده انا انا متعمد ما اوري يوسف ولدي زلده يعني. لان اذا شاف زلده كذي راح يصير بابا اركب حصان أيوة. زين وين؟ روح مني زين عطني يده انا بلعب انا بركب حصان او انا اسف اذا صار كذي اذا وريت ولدي زلده ما راح اخلص زلده بس تصدق يعني انا استغربت ان صغار مبهرين باللعبه يعني ما اي دل... إيه uh, uh. yeah. انا انا ولدي شافها بالغلط ما اذكر بابا شنو هذا؟ اي انبهروا باللعبه قاعد اقول ولدي شافها بالغلط بابا شنو هذا؟ قلت له هذا نوت فور يور ايج مو حق عمرك هذا ابي انا استمتع وخر عندي العب سبلاتون خليك في شخصية, <تزع> <تزع> شخصيه باللعبه اسمها اديسون هذا كل ما تروح تلقاه تلقى ماسك لوحه اي لازم فلازم انت تسوي لك شيء بال يلا عشان في اللوحه تسوي مثل ستاند عشان يمسك اللوحه ما تطيح ايوه يعني كل مره يحط لك بازل بسيط تقطع انا بنتي وخر تصير مهندسه الحين تصير مهندسه حلوه اللعبه تونس لحين وايد مستانسين ان شاء الله يبي لي 4000 سنه على ما اخلصها بس ان شاء الله اي هذه هذه اللعبه انا باخذ وقتي الحين مستانس تيكت ايزي آه خلصت زينو بليد 3 انا اخر مره ما تكلمت عنها بالدوري اي أعطنا، أعطنا عطنا انطباع زينو بليد والله اللعبه حلوه واحد. ولكن احلى مما توقعت والله انا ودي على طريف واخذها بس وايد العاب زحمه وما الحين انسى هي مشكلتها بالنسبه لي ان بدايتها قويه وبالنص حسيت ملل بعدين ونهايتها حلوه زين أم بيشو تكلم وايد عنها ما ما احتاج اعيد ردوا حق حلقه بيشو ما شاء الله بيشو يعني دش عميق 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 بيشو سولف عنها بعد ايه سولف عنها وايد احلى شيء باللعبه او شيء كان البط باللعبه بالنسبه لي أه اخي العاب الار بي جي وناس لما يكون فيها شيء بروكن استانس لما تكون اللعبه فيها شيء مسخره بروكن وناس يا اخي هذه اللعبه فيها نظام من اكثر الانظمه اللي مرت علي كل الفيديو جيمز بروكن شلون؟ بالكومبات يعني؟ بالكومبات في شيء انا هذا زين مسخره يعني من بدايه اللعبه يعني؟ بالانس oh. اوه هو <applause> أو شيء اوبفيوس يعني ولا شيء انت تسويه اكسبلويت؟ اوبفيوس بس ما ادري مسويين يعني بض... يعني انت تطيح عليه طبيعي يعني لا باللعبه لا, لا هو بالنظام باللعبه لما بريك مال اللعبه اه يعني اللعبه عباره يعني. عن آه كانها ام ام مثل ما قلنا من قبل يعني تطيق نفس 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 أكت... نفس 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 أكت... يعني اكتف تايم انت تطيق واخر عن طقات الوحش الوحش يطيق في اريا واخر انت عندك اتاكر وهيلر سته وكنا فيعني في هيصه اوكي طقتك كم 2000 قطعت نفسك 12000 منطقة الوحش بال 100000 انت ما عليك منطقة الوحش ايه انزين في مود باللعبة في ليمت بريك تطق يعني تطق يوصل ربع طاقته كذي يطلع لك ربع طاقة منو؟ من ربع طاقة الوحش 10% إيه؟ 20% اسمه آه. ليمت بريك لما تشين تشين, تشين اتاك انزين بس تشين اتاك. تطلع لك انت؟ تطلع لك انت طبعا لما الوحش يقرب يموت <applause> اول 20% من طاقته بس اه بس يعني يعني للحين باقي وايد طاقته حتى الناس باقي 80% اي باقي 80% عادي ايه جدا وتطلع ايه تشين اتاك هذه اي تطلع تشين اتاك ايه زين طق ستارت اي توقف اللعبه حلو <applause> توقف اللعبه اصدمني زين الحين اللعبه المفروض تكون اكتف اي اي انت يمكن تلعب 15 دور 20 دور 20 طقه الوحش طالعك تلعب من الوحش يطالعك اللعبه توقف معقوله؟ يس وتهيل وتبفف وتكرت الحين اروح اشتري هان ابي شيء كذي سهل اوه لحظه لحظه في بوسز ما ما شفتهم يعني ما اول ما شفت حركاتهم. اول ما طلع لي شن اتاك كان كان يموت الوحش قلت لي. لا لا, لا. أنطر <applause> عاد <على> موسيقى <applause> البوسز توب تير موسيقى <applause> البوسز توب تير يمكن يعني توب فايف بالار بي جيز كلهم بط انزين <applause> <applause> بس تطلع تتارات؟ لحظه يعني الشن اتاك يوقف الزمن يعني؟ يوقف كل شيء اوكي يوقف الكوكب بس الب بس شخصيات انت تسوي اللي تبيه اللعبه تصير كروت ايه اللعبه اكتف اللعبه تصير كروت من تبي يلعب يعقوب اوكي يعقوب بعدين ثلاثه يلعبون وراه بعدين يعقوب يلعب, يلعب بعدين آه اوكي يعقوب يعطيني دور زياده بين يلعب طلال بعدين يلعبون ثلاثه وراه بعدين قصه <applause> 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 والوحش مسكين بس قاعد يطالع زين <applause> <applause> هو معقوله معقوله هذا الشيء يعني محط لك عادي اتوقع اي واحد لعب زين بليد راح يوافقني يعني تشين اتاك بروكن ليش حاطينه كذي يعني وايد ايزي وناسه انت انا بالعكس انا وياك ترى ما قاعد اقول انا عندي شيء هذا ترى انا اول شيء قلت لا لا ليش كنا وايد قوي بعدين قلت ها لا كنا وناسه ليش ليش لا روح دش على بوس على كريب اقع مني بعشر عادي عادي طق تاكين اتاكين ثم مرتين ثلاثه بس عليه خلاص كمل اهم شيء لا بس اللعبه يعني نهايتها حلوه فيها دراما أحسن من الثاني؟ أنا ترى الثاني ما طبعاً ما بلعته يعني خلصته بس ما بلعته. شوف الثاني في إيلمنتس بايخة اللي هي صافت تو ماتش انمي على قولك. ايه كان وايد مليق. ايه بس أحداثه الثانية حلوة، موسيقاته الثانية حلوة، البوسز حلوة، بوسز يعني بس البتل حلو. الثالث نفس الشيء هم الميكس باك، يعني كلهم فيهم إي وفيهم لأ. أحلى واحد يمكن الثالث إي. بس قصته يعني الثيم مالهم موت فيعني همن شويه دارك شوي دارك يعني سؤال بس على انصح فيها في قنادم كومبليكيتد ها؟ لا لا اتوقع هم بيشوف قالها بس يعني يعني شوف انا اعطيك على سبيل المثال ما, ما راح تطير بالخريطه قنادم انا مو أنا, أكس. انا بالنسبه لي احلى جزء كرونيكلز لعبته مع انه تحطمت عنه كثر بس اللي حبيته بالذات على اخر لعبه يعني اللي هو كرونيكلز اكس عشان سافة القنادم اللي فيه وطريقه استكشاف العالم والنطه مالت هولك اللي عندك هذه الاستكشاف كان حلو يعني لا تشبه 1 و 2 تشبه 1 و 2 ها كل الشخصيات تسوون رجل حديدي فيوز تحولون اوكي الرجل الحديدي فيها سوالف في الانمي بس مو وايد خففوا خففوا أوكي أه حلوه ما لعبت الدي ال سي امدحوه وايد 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 امدحوه بس احس انه مو وقته كلش الحين انا والله ودي بس فاينل 16 قريبه مصدقني ما راح العب زينو بليد عشان فاينل يعني هيد فاينل عشان زينو بليد قصدي بس بس زينو بليد راح يعني ناوي ودي ودي داون لاين خليني اخلص من زلدا وفان فانسي يعني هالسنه هذه ما راح العب وايد العاب يعني بس أه شو يسمونه بس الـ الـ يعني هي عندي 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 التوكه هذا التيكت شفت هذا العرض اللي يسوينه بالسويتش اللي تشتري ال... نعم الفاوتشر الفاوتشر ايه خذيت في زلدة وعندي فاوتشر ثاني الزلدة وبيكمن خذيت فيه اه بيك من آه. ما خذيتها انا بشوف انطباعات ايه بيك ريفيوز اي ايه لان انا مو لان مو انا مو ودي اخذ يا اخذ بيكمن او كيربي حق ولدي زين اه او اني اخذ زينو فما ادري زينوبليد مشكلته طويله اي انا ما عندي وايد وقت انا وايد طويله بعد مو يعني بالذات بتنزل ستريت فايتر وتالي مورتال كومبات هذا راح ياخذون وايد من وقتي يعني بس انه انطر بعد عقب باكر يعلنون لك 700 لعبه الحين انطر اي سوني سوني وراهم بلاوي نحيي <applause> قورة اول مره يشارك ويانا بالشات يه. يا هلا يا هلا هلا سلام والله حياك الله انا بس يعزيني <فسلام> بليد موسيقات بط كالعاده موسيقات بط احداث بط قصه حلوه امم جيم بلاي يونس انصح حق اللي يحبون ار بي جي حلوه وايد حلوه اوكي اوكي عندكم شيء ثاني تبي تتكلمون عنه من ناحيه الالعاب لعبناها؟ ننتقل حق فقره الاخبار انا ما عندي شيء حمد عندك شيء؟ انا اتوقع انكم خلصت رزنت ايفل و ايه, إيه انا اعطيت انطباعاتي عن رزنت ايفل وعندك انت شيء تبي تقوله زياده؟ خلاص خلينا ننتقل حق القسم اللي بعده عندنا فقره الاخبار يب. آه طبعا في اخبار كبيره جايه بالطريق آه بس خلنا نعطيك كم خبر انا من توب اوف ماي مايند يعني سووا مقابله مع واحد من الممثلين اللي اظن اظن هو الممثل اللي آه مثل دور الن ويك بلعبه الن ويك آه السابقه والجديده آه بالانترفيو قال ان آه شكل اللعبه شهر 10 بتنزل هالسنه قطها اي قطها قط زين انا صراحه متحمس لها آه متحمس, متحمس, متحمس بدل البطاريات <applause> ما ادري اذا السيستم هذا موجود ولا لا بس بس انا متحمس اشوف تكمله القصه لان ال... واحد قصه الجزء الاول كان حلو. الون ويك 2 الون ويك 2 اي الويك 1 فكره سردها وايد انترستنج وانت قاعد تلعب يعني انا ادري تتكلم بس يعني اقصد البطاريات ما كان ينرفز في ذاك الوقت ديزاين ذاك اه الوقت ما اظن راح يسوون شيء مشابه له ما ادري والله يبين يبين لما تنزل بس رميدي اي تراست ام بالذات عقب ابداعهم كنترول يعني ودي اشوف شنو عندهم شهر 10 شهر 10 ان شاء الله اكسلوسيف على الاكس بوكس ولا؟ آه ما ما ادري كان فيها شيء ما اتذكر الصراحه ما ادري بس هم اعلانه كان كنا مع الاكس بوكس بس ما اظن انه اكسلوسيف ما اذكر قالوا اكسلوسيف والله مو ذاكر ما ادري آه بس شهر 10 ان شاء الله آه مورتل كومبات 1 اعلنوها اللي هي الجزء ال 12 بس سموه 1 لان ريبوت ريبوت هو نهايه 11 يعني آه باختصار آه لو كانج صار لو كانج ريدن يعطي لو كانج قوة القوة قوته فريدن يصير مورتل ولو كانج يصير إلدر جود يصير فاير فاير جود لو كانج انزين ويفوزون على الفيلن اللي مات الجزء ال11 اللي كانت هي تتحكم بالزمن إنزين ولو كانج يزنجر ويسوي ريست حق التايم بالكامل فالحين ترد بعالم جديد بتصور لو كانج الايديل وورلد بمنظور لو كانج عرفت شلون؟ الاشياء اللي عرضوها بالتريلر صراحه فيها شغلات انترستنج حق اللي مهتم بلور مورتال كومبات عرفت شلون؟ مورتال كومبات ادري انه في وايد قصه العاب فايت لور مورتال كومبات لها لور زين ولورها عميق يعني مقارنه حق العاب فايت الثانيه وايد عميق في تقدر تعمق وايد اشياء بس الاشياء اللي عرضوها بالتريلر كانت وايد انترستنج يعني عندك ريد الفلاح الحين صار مع كونغلاو كونغلاو هذا اللي اللي بوك وش كابوس هذه الحذفه اللي قص اللي هو اصلا مات وردوه نفس بس هذا و... هذا الكونغلاو آه. هو الجريت كونغلاو الاول اللي فاز على شانك تسونغ باول بطوله عرفت شلون؟ لو ترجع حق اللور انزين كونغلاو كان موجود بالاول؟ لا كونغلاو ها جريت كونغلاو هذا قبل احداث اول مرتل كومبات قبل احداث الجزء الاول ب 1000 سنه شيء كذي عرفت شلون؟ اه او okay. 100 سنه الجد العظم يعني إيه okay. جد العود تاليف اوكي okay. الكونغ لاو اللي نحط مورتل كومبات 2 اللي هو اول جزء يطلع فيه كونغ لاو انزين هذا انسست من سلالته سلالته من سلالته عرفت شلون؟ فالجريت كونغ لاو هذا الاصل الاصل انزين الحين هذا راح يكون جزء من الروستر باللعبه الجديده بس أجن. سؤال من ذهني شلون عرفوا ان هذا هو الجريت كونغ لاو؟ شوف نهايه 11 نهايه 11 لو كانغ يروح حق جريت كونغ لاو يقول له وي هاف وي هاف تريننج Yeah, I'm going to train you, we have work to do. هاي نهاية 11. 11 oh. لها نهايتين، نهاية كانون ونهاية نون كانون. النهاية الكانون اللي هي النهاية اللي تعتمد حق القصة اللي قلت لك عنها. اللي كان يسوي ريست حق الكوكب اليونيفرس، اليونيفرس بالكامل. النهاية النون كانون شان سونج يحصل الباور هذا ويسوي ريست حق ويسوي ويعفس التايم لاين. عرفت شلون؟ بس آه, مثل ما قلت لك جريت لاو يكون بالقصة سب زيرو وسكوربين مو اعداء والانترستنج بالموضوع انزين يطلعون بال... يطلعون بالتريلر انه هيومن يطلعون اثناتهم هيومن لا ما يطققون ما يطققون اثناتهم هيومن اثناتهم هيومن فورم يعني بيتهاوشون كانوا ما بيتهاوشون اثناتهم هيومن فورم واثناتهم واقفين يم بعض على اساس يشوفون البورتال مالت شنسونغ هو داش عليهم عشان اعطيك زياده لور الشغله هذه يمكن وايد ناس ما يعرفونها بلور مورتال كومبات الشراي رايو اللي هو الكلان مال سكوربين كان ياباني صح؟ اوكي نينجا يابانيين الكلان مال سب زيرو كلان نينجا الصينيين لينكوي اسمهم أه. زين شراي رايو فرع صار فرع من لينكوي يعني بالاساس آه يعني أصل, اصل اصل تحت اصل يعني. اصل سكوربين يرجع حق الكلان الصيني, الصيني إيه زين اللينكوي طلع منه طلع منه نحاش منه الانسيستر مال انت الحين انت قاعد تشرح 11 انا قاعد أشرح لا انا قاعد اشرح لور مورتل كومبات اللي الحين راح تشوفه باليديت ويت ويت آه بس بعرف شو انا بقول لك ليش التريلر هذا انترستنج التريلر هذا انا هذا من التريلر انا شفته ما شفت, شفت تريلر مورتل كومبات هذا اول مره يحطون تريلر قصصي عاده التريلر الريفيل تريلر حق اجزاء مورتل كومبات عاده تكون شخصيتين يتهاوشون حتى الموت عاده انه اللي شفناه من بلشنا من بورتو 9 9 و10 و11 كانت شخصيه عاده سب زيرو سكوربين يتهاوشون حتى الموت او مثلا واحد يدعي الثاني ايه عرفت شلون؟ هذا التريلر تريلر ستوري كان فيه هواش حتى الموت اوكي باخر شيء بس بدايه كان في اكو اشياء حاطينها حق الفانز وحق اللي يهمهم اللور وايد كبيره زين؟ أه أه خليني ارجع مره ثانيه حق اللي كنت قاعد اقوله عن اللينكوي الاصل قلت لك اصل اصل, ما أصل كان سبزيرو يرجع حق الكلان زيرو مال سب زيرو انزين هو نح... الجريت انسيستر مال انحاش وراح اليابان راح اليابان وسوى شرايريو آه آه كلان ما عجب الثلج عرفت شلون ما عجب الثلج انزين آه علشان كذي في اكو فيود بينهم غير انه سالفه انه سب زيرو بالاساس انه انه آه كوانشي عرفته هذا الساحر الاقرع <applause> وهو طلع وقص على سكوربين قص على سب وخلى خلى يظن ان سكوربين هو اللي ذبح اخوه لا لا القصه <applause> هذه القديمه انزين بس انه الانترستنج بالتريلر هذا أن شكله هل هذيله مو شراري ولينكوي هم اصلا كلهم لينكوي يعني حتى لبسهم وايد نفسه نفس اللبس نفس, <applause> نفس, نفس الشكل بس نفس بس ان هذا لون، هذا لابس اصفر والثاني لابس ازرق فهل في شراي ريو كلان؟ ولا احنا الحين هذا سكوربيون وسب زيرو ينتمون حق نفس الكلام اي للحين قبل لا ينفصلون يعني عرفت شلون؟ اي إنترستينج من هالناحيه الإنترستينج سين الثاني او الثالث الحين على الاحرى كيتانا وميلينا كانوا قاعدين بعربانه او في عربانه واحده صح انزين منو اللي سوى ميلينا؟ ميلينا اللي سواها شن لحظه آه الزرقاء صح؟ كتانة الزرقاء اللي هي الكوين اللي ملينا اللي شنها بركه ملينا اللي شنها بركه اللي هي اللي هي تعتبر جينيتك كلون سبلايست من جينات ملينا وجينات الكلان مال بركه هذا او uh, اللي يسمونه ميكس اي سبلايس كانت زين مش, مش اسمه هذا؟ ها؟ مو كان مش يسمونه؟ كان لا هو شان تسونغ اللي سوى الـ الـ الكلون حق ملينا عشان شوكان كان يستخدمها بالاساسنيشن والامور هذه عرفت شلون؟ بس بالتسين هذا اثنيناتهم كانوا مع بعض بنفس الكارج إذن اي وحده فيهم الكوين؟ ملينا المفروض كيتانا بس هني كنا ملينا هي الكوين م. فش السالفه؟ زين وليش هي إيه للحينها سبلايست؟ عرفت؟ فهذه هم بعد من ناحيه لور اجين كويستشن مارك كبير وايد احسهم مدققين على موضوع ال ال ان هذا فعلا يونيفرس جديد وكل انت كل الاشياء اللي هم بنوها من قبل ممكن تتغير بهاللعبة هذه يعني عادي ممكن سونيا تكون مجرمه ممكن جاكس يكون مو من الجيش الامريكي مثلا عرفت شلون ممكن مثلا جوني كيج يكون فلاح عرفت شلون مو ممثل مشهور, مشهور عرفت شلون؟ هذا الحين من ناحيه لور وايد اشوفه انترستنج لانه شيء جديد بالكامل، راح يعني شي اخذ كل مفهومك حق القصه من قبل واحذفه من مدري فهمناه من التريلر ان العالم كان ماشي بعدين يا واحد اللي هو هذا اللي انت فهمته من التريلر. ايه يا شنق سونغ والحين بدت المشاكل. هذا انت اللي فهمته من التريلر، ايه عرفت شلون؟ كان يطلع لك كونغ وقال له انت ناوي شر. بس. هذا اللي انت فهمته من التريلر. كنا عايشين بيس، ايش حقيت؟ ايوه هذا البيس اللي لو كانج انفورسنج. عرفت شلون؟ لو, كانج. لو كانج من التريلر اللي فهمناه يعني انه هو يبش صاير شرطي اي واحد يخرب العالم اللي انا اللي انا شكلته بالشكل اللي انا أبي يا ويله وهذا اللي سواه في شونغ بنهايه التريلر عرفت شلون؟ بس طبعا عادي اللي يموت بالتريلر مو معناته انه راح يموت بالقصه بس انه يبي يوصل لك رساله عرفت شلون؟ بعدين يطلع شانك هو البطل يعني دونت دونت سكرو وذ لو كانجز فيجن اوف هالعالم فيمكن لو كانج اصلا يكون فيلن مو مو طيب ما يندرى عرفت شلون؟ بس ان جنرال ان جنرال الاشياء اللي حطوها بهالتريلر هذا من ناحيه لور وايد مقصوده وايد وايد مقصوده بس خوش تيزر يعني وايد حلو التيزر واللعبه كنا 9 شهر 9 14/9 14 ولا 14 كنا كنا في بعد اسبوع حق اللي حق اللي ياخذ البريميوم اديشن يقدر يلعبها قبل الريليس بثلاث اربع ايام شيء في في ديل من الديلز هذا اي ها اسبوع اسبوع طبعا اللعبه راح يكون فيها كروس بلاي بعد ما تنزل مو يعني راح ينزل كابديت مو مو اول ما تنزل فاللي بياخذها على الـ على البلاي ستيشن او الاكس بوكس سيريز اس واكس او بي سي او سويتش في نسخة سويتش في نسخة سويتش واو عليها الإستديوين اللي اشتغلوا على ضمانة غلطان بورت وور فريم وبورت دوم اذا ماني غلطان لا انا مو قادر اتخيلها زين <applause> يعني الناس اللي لازم. اللي ماسكين بورت السويتش هذول اللي <applause> اللي اختصاصهم اللي هم الامبوسيبل بورت <applause> زين بس بس هم بنفس الوقت يعني كان اللعبه احتمال تكون حتى توجهها ما ادري القس اللي انا حاطه ببالي احتمال توجهها الفني يمكن ما يميل حق الريالستيك عرفت شلون؟ اتوقع وبعدين اللعبه ترى اسيست بيست ها؟ أيش. اللعبه اسيستات يعني باختصار انه انت راح تخ... يعني هو اول شنو سووا بالجزئين اللي طافوا؟ حطوا سالفه الفاريشنز ان كل شخصيه بتن تحديدا بتن حطوا ان كل شخصيه لها 3 فاريشنز لها ثلاث يعني في ثلاثه سب زيرو ثلاثه سكوربين انت تختار كل واحد له حركاته بروحه لا لا ستايلات لا ستايل عرفت شلون اذكر اذكر مورتل الكومبات 11 لا انت تخلونك انت تسوي الفاريشن انت تحط الحركات اللي انت تبيها وتشكل الشخصيه بالشكل اللي انت تشوفه الحين قالوا احنا ما راح نعيد الفاريشن سيستم الفاريشن سيستم هذا بنقطه بنسوي شخصيات ونسوي شغله اسمها كاميو الشخصيه بتكون غالبا يعني حركاتها ثابته خاصه بس بس في، لما تختار شخصيتك عقب راح تختار شخصيه اسيست يدش يسا... راح يدش يساعدك بشكل من الاشكال ويطلع. ما قالوا يمكن سترايكر سيستم يعني. يمكن يدش يسوي حركه ويطلع، المهم انه يعني ال ال, ال... يعني في اسيست سيستم باللعبه، بس مو تاج مو نفس مثلا مارفل سكابكون تبدل شخصيه، لا لا، يدش يطق حركه يسوي حركه ويطلع. انزين؟ آه... واعلنوا اعلنوا آه... بعض الاشياء اللي مثل انه ال... ال... راح يكون في كومبات. كومبات باس اللي هو الشخصيات اللي او كومبات باك هذه الشخصيات صار, اللي صار لها ليك بامازون هل صدق هذا الليك يعني ولا ايه اي هذا سحبوه سؤال سؤال الحين شكو بيدخلون ملود ذا بويز وهذا وكذي صدق هم دائما ينزلون شو اسمه كاركترز يعني قبل على قصدي كالور وهم يعني لا مو لور مو هذا دي سي مال شو كاركترز اللي على اليسار هذول قست كاركترز المفروض يسار ان في صوره طلعت في شخصيات علم انا ما شفت, شخصيات أشكالهم. أشكالهم. ما شفت اشكالهم ما شفت اشكالهم بس ما أشكال. هم ثلاث شخصيات جست كاركتر ثلاث شخصيات مال مرتل كومبات ايه مال ذا بويز والثاني واحد اسمه مان اسمه مان ايه. مان ما اسمه هذا السوبر هيرو وواحد اسمه مال شنو الكرتون اللي حطوه على امازون شو اسمه اه ولا نتفلكس شنو اه اللي الدموي الدموي انفيسيبول انزين انا ما ما شفتها بس اي عندك شو يسمونه كنا سوبرمان مال ذا بويز هم 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 لاندر هم لاندر لاندر وفي بعد شخصيه ثالثه هم جست انا ادل ادل بيس ميكر شنو اسمه من الثالث اي بيس ميكر صح بيس ميكر مال دي سي. دي سي مال دي سي اي بيس ميكر هم لاندر اومني مان هذا جون سينا صح جون, جون سينا أي, أي, اي زين جون سينا مال مان اي, و... أنا أي, أنا صح. أي و... صح وهذا الثلاثه وبعدين عندك الثلاثه الثانيين اللي بالليج كانوا ايوه ايوه آه الثلاثه الثاني الثلاثه الثلاث اللي مات كم الكومبات قالوا كوانشي اخ قد لولا ليه و اي لولا انزين طيب. كوانشي و آه... كيرو لا لا مو كيرو انا ادري انه شو اسمه قاعد احاول اتذكر الصوره اصلا منو كان كوانشي الحين لك يعني. زين كوانشي ما كنت ادري انه موجود كوانشي لأن ما حطوه ب 11 انزين ذبحوه بالقصه بس ماكو ما احد يموت مورتل كومبات مورتل كومبات في ساحر اذا في ساحر عايش راح يرد يقول لا لا انت تموت تموت يردك سليف عرفت شلون هذا هذا الديفولت انت تموت انا اذبحك حمد اي آه. الساحر طلال يقومك سليف بس خلاص بس خلاص يقومك سليف ايوه ايه. انت ما تقوم انت ما تقوم طبيعي لا تقوم سليف هيك يعني. بعدين رايدن يحولك من سليف لطبيعي عرفت شلون نسولف عنها بعدين راح نتكلم نتكلم عنها وايد عموما عموما التريلر كان حلو شوفوه حق اللي ما شافه آه طبعا لعبه دمويه لا تحرونها حق عيالكم الامور هذه شغلها بالصاله اي شغلها بالصاله حق العيال ها بس عموما آه جديد وراح ينزل هالسنه ان شاء الله آه في بعد اخبار مني من هناك غير ايفنت سوني اللي اي ماسوني آه شو يسمونه في اعلانات صارت هجرت آه ليجسي مالت تاجلت خلاص الى اجل غير كنسلوني آه انزين أه سالفه هذه اكس بوكس واكتيفجن ان في إيه؟ السي ام اي غير عن اللجنه ندري هم الوحيدين بس اللي بريطانيا مو عاجبهم صح؟ تو إيه؟ الحين إيه؟ وافقوا مالت منو؟ اوروبا وافقوا مالت أوروبا, اوروبا وافقوا اوروبا إيه؟ والصين وافقوا اي اوروبا والصين وافقوا, وافقوا اي بس مالت بريطانيا مو موافقين هم عندهم 14 35 35 جهه كانوا الحين موافقه صح؟ بس هم كلهم 14 لازم يوافقون واحده فيهم بريطانيا بريطانيا مو موافقين <applause> مم. اوكي بس اذا الاغلب موافق اتوقع راح تمشي ما هي الاغلبيه موافق. مو آه ولا ولا آه لازم كل واحد يوافق انا فهمت انه لازم الكل وفي لعبه جديده اعلنوا عن شركتين اللي هم امازون جيم مع امبريسر جروب اللي هم يملكون تي اتش كيو نورديك اتوقع وهذيلي ان راح يشتغلون على اي بي جديد حق فرانشايز لورد اوف ذا رينج بس عفوا الموضوع عكس ديفيجن واكس بوكس اللي طلع بالاخبار يعني انتشر ليش الوربين وافقوا وكان سالفه ان اطلبوا منهم تعهد ان العاب اكتيفيجن اذا بغوها على خدمات سحابيه حق شركات ثانيه غير مايكروسوفت مايكروسوفت توافق ما عندها اي مشكله اي سيرفيس بروفايدر كلاود بروفايدر يبي يحط العاب مست... انا اتوقع مستعدين مايكروسوفت يتنازلون عن كل شيء بس وافقوا وخ... إيه على كل شيء قالوا إيه إيه انه حتى يعني مم. خلصوا بس خلصوا بس إيه فون إيه فون إيه فون إيه ف يعني امم و... والريميك هذا اتوقع من لورد اوف ذا فولن اللعبة سولز كنا سولز لايك اي أيه 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 التاريخ 13 10 راح تنزل ريميك؟ أيه هو مو ريميك يعني هي نفس الجزء الاول جي جي بس بتصور جديد اوكي اوكي زين مو انه الجزء الثاني نوت سولز ذا ريميك او اي المهم أيه وشنو بعد في في اخبار ثانيه بس مو يعني يعني مثلا لعبه ميدل ايرث الجديده اللي ماسكتها براي اه برايفت ديفيجن اه تاجلت زين <تكلم> ميدل ايرث اللي هم شادو فور شادو في لحظه في في شاد لعبه شادو جديده؟ لا لعبه ميدل ايرث هل هي شادو اوف وور او شادو اوف موردر جديده؟ اوكي هذول من وقت ورن براذرز ورن براذرز اي بس الحين برايفت ديفجن ماسكين النشر مالها مو ورن براذرز اوكي انزين أه ويس وصندوق الاستثمارات السعودي زاد نسبته بي اي, اي زاد نسبته بقيمه 55% بالمئة أوه. مو توتل اسهم قيمته زادت 55% بالمئة. ويس وما اخبار تفنيشات ما تفنيشات ما ادري شنو يعني ماكو شيء ثاني اللهم بس ان الاخبار راح تطلع قريبا الحين من من عقب باكر الحين ناسي ناطرين ايفنت سوني آه. ساعه كامله في اشاعات الحين طلع رده ملوت مثل جير 3 انا صراحة ما قمت خلاص سالفة الاشاعات مو هذا ما قمت بلش والله ايه ويقولون فورزا موتور سبورت الجديدة احتمل ان اكتوبر راح تنزل على سوني لا لا المفروض هالسنة بعد خلاص ايه فورزا ويقول لك ان بيرسونا 3 ريميك اللي قالوا عنها بإيفنت آه اكس بوكس شوكي. والله والله بيرسونا 3 يعني ما له داعي ريميك والله ما له داعي ريميك ما له داعي ما له داعي هذا سووها 5 اوكي لان يعني ترى قديمه سيئه يعني والحين طلعت بعد القديمه مو بس سيئه مو بس هي مو سيئه حمد لحظه هذا هذا اللي طق راسه المسدس 3 اي اي, اي, ثري اي, 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 اي اللعبه تصميم اللعبة سيء اي في ذاك الوقت كان اوكي الحين تلعبها مرة تلعبها الحين الحين لا ايه بالضبط اذا بتسويها اوكي اذا بتسويها نفس بيرسونا 5 دنجلز او احسن يعني. او احسن اي المفروض احسن هيه. يعني شخصيات بيرسونا 3, 3 خلاص شخصيات بيرسونا 3 ترى وايد حلوة وعالم بيرسونا 3 والداركنس ماله ترى وايد حلو وايد غير عن 4 و5 أه. زين بس انه لازم يكون ريميك محترم يعني زين سووا 6 6 ما راح تشوفه بعد سبع سنين يعني بالضبط اه والله وايد تاخروا وايد وايد اصلا أخار. طلعوا من من التيم اللي ماسكين المخرج ما هذا يعني. اي حتى الكومبوزر طلع شوجي ميغرو طلع من وايد مصدر. مو شوجي شو 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 ما, ما شو اسمه؟ لا لا شوجي الكمبيوتر كومبوزر شوجي كومبوزر نسيت شوجي ميغرو مال سيجا مال اليوكوزا شو اسمه يا حجي شوجي ميغرو ايش فيك؟ مال بيرسونا أنا لخبطة اي صح شوجي ميغرو مال بيرسونا انا صح انا كنت صح انا كنت صح انا كنت صح اي <تصح> انا كنت صح المهم مال يوكوزا شو اسمه كان نسيت قريب اسمه ااا آه، آه شو يسمونه البروديوسر مال ياكوزا؟ لا لا الكومبوزر مال ياكوزا شو اسمه؟ مو مثبت اسمه المهم يكتبون فريق سيكا عادة جيف جراب قال اللي هو المعروف هذا الاعلامي قال انه ترى مثل جير سورد 3 الريميك في حدث سوني اوكي جيف نفس جراب نفس الوقت جيف جراب دام تكلم نفس حلص. نفس الوقت قال ما في الاشا انفى اشاعه جوست أنف اوف تشيما 2 اللي هي اللي اسمها المفروض يكون على حسب الاشاعه جوست اوف كاماكورا على مدينه ثانيه. كاماكورا رحت لها انا عادي عارف. هي هي هي. صح رحت لها البوذا العظيم. البوذا العظيم، بعد شنو فيها بعد؟ بس بس بحر بوذا عظيم. لازم بحر. لازم بحر. وجيت ها؟ توري جيت. ما شفت توري جيت تصدق؟ لا ما شفت. عندنا نخش محل قهوه هناك. <applause> بس هذه الاخبار باي ذا واي عشان على سالفه الايفنتات اللي او خلينا نقول الشوك وين الليكس حجي يقول لك سوني شرت كونامي وخذت منهم اكسس ثمان العاب انفنت هذه 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 كاستلفينيا جديده وسايلنت هيل سبعه جزء جديد اعلنوا ايه سايلنت هيل صح؟ اي هذا اعلنوا سايلنت هيل الجديد وتوري وراح نشوف لعبه بلو بوينت الجديده هذا متى متى تسمع الاخبار هذه؟ من مليون سنه ايه يعني الحين نعيد ونكرر نقول ان 24/5 اللي هو راح يصادف الاربعاء القادم ان شاء الله بعد يومين شو كيس مال سوني 11 بالليل اي توقيت الكويت بعدها باسبوعين 8 6 8 يونيو اللي هو راح يكون سمر جيم فيست الاوبننج ماله ايوه باو انزين 8 8 6, -6. اي بس مال بعد الانتخابات بيوم مال بوكيلي اي مال بوكيلي هذا اوف إيه. أوف, اوف اوف 22 6 شنو عيل؟ 11 6 شو كيس مال اكس بوكس امم أه وبنفس الوقت الشو كيس مال بي سي جيمنج شو يو بي سوفت فورورد 12 6 و تي اتش كيو نورديك شو كيس 8 8 يلا زين يعني هذه ال عندنا اسبوعين او ثلاث اسابيع من الاعلانات يا أو يا الحين هذه فتره اي 3 هذا السيزون اي 3 مع السلامه خلاص قلت لي متى جيف لي؟ 8 6 8 6 فتره اي 3 تقول سيت فايتر نازل نطقطق سيت فايتر وهو قاعد يتحكي هذا آه هو اي طقطق سيت فايتر وانت حاط الستريم شغال دش رانك ماتش استمتع لا. عندكم شيء ثاني بعد نسولف فيه ولا ناخذ مشاركات؟ ناخذ مشاركات. خلينا ناخذ مشاركات. علشان كذي علشان اذا بناخذ مشاركات كتبونا الحين في اه تويتش لايف شات شو الاسئله اللي حابين تسألونا اياها او اه نقاش تبون نناقشه الحين اه اه او عن طريق بتويتر عن طريق ايه. اس ال جي, ال جي, 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 في جي في عندنا اه. شو اسمه؟ زين على ما يكتبون الشباب في في اكو سؤالين. انتوا قولوا لي ايش رايكم؟ شنو تبون من سوني عقب باكر؟ ايه هذا واحد من الاسئله، طبعا بل. عندنا احمد العلائلي أه سالنا عن طريق تويتر السلام عليكم ايش توقعاتكم لحدث سوني الجاي؟ قاعد تسالني سؤال اوكي شوف انا ما راح ابني ولا توقع ابي ابي استانس بالنهايه امم شوف هو لازم يكون في شيء حق الفي ار شوف هذا الشيء للحين ما, ت... ما تكلمنا عنه. المفروض أه ان ريزنت ايفل 8 جايه حق الفي ار لان كنا ما نزلت كامله. زين زل... راح تلعبها مره ثانيه في ار؟ اذا شريت في ار من امه. انا وايد استانست بتجربه 7 في ار. 7 في ار 7 في ار قويه. فاذا اعطتني نفس الشعور ابداع. أم... بس شو ش... تبي من في ار غير هذا يعني؟, يعني... م... شو اسمه هذا استروبوت صح؟ استروبوت؟ استرو من الالعاب اللي ممكن اخذ فيها في ار. ايه ايه لان الاول إيه. كان أسترو حلو بس هم كان قصير وايد قصير اصله كان ابداع على البلاي ستيشن في ار القديمه إيه. وايد حلوه وايد حلوه بس هم كانت وايد كسير. حلوه ابي شيء نفس بس ابي بس ابي لعبه كبيره ابي لعبه كبيره ابي أسرة كبيره يعني استرو البلاي روم اللي اللي مات البلاي ستيشن 5 اللي نزلت مع الجهاز ايه, إيه. صغيرة؟ عرفت, عرفت صغيره؟ عرفتها ترى ممتعه كانت حلوه ومع ولدي كانت تجربه وايد حلوه ليومك نشغلها نلعبها عرفت شلون؟ آه بس الفي ار ايستر إكس كانت حقنا مو حقهم ما هو مستانس على الشخصيه واللعب وهذا البساطه والأج... والعالم يعني حلو انا يعني متوقع شيء منهم بس مات الفي ار كانت تحفه مات الفي ار 1 وايد كانت تونس وايد في افكار حلوه ويسويها تلعبها وانت مبتهج عرفت شلون؟ ابي 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 لعبه كبيره الحين كامله كامله كذي ف... ودي اشوف شيء ابداع بالفي ار شيء ما توقعت ما ادري شنو بس ودي اشوف شيء يعني اقول اخ انا ابي تجارب ابي اشتري تسوى في ار اي ابي تجارب تسوى في تجارب ها؟ في تجارب حلوه بس مو البلاك باسترز يعني اي شوف سوالف اللي عندي ما تخلص تحصل اشياء حلوه وفي اشياء وايد مه راح تجربها بس على قولتهم تجربها التجربه الاولى اسم تجربه وبعدين اتس مور اوف ذا سيم عرفت شلون؟ بالضبط في العاب لا هذيلا تسوى تاخذ في ار حقها وتلعبها يعني ريزنت تيفل 7 بالنسبه لي على البي سي مثلا هاف لايف اليكس جراند توريزمو جراند توريزمو عرفت؟ هذه تجارب اي تسوى بس ابي ابي زياده منها عرفت؟ خلينا نشوف شو يحطون لا ما اتوقع آه. راح يحطون يعني اذا بيذكرون شيء عن الفي ار هو كم مدته قالوا كم مدته مال ساعه ساعه قالوا ساعه, ساعة يعني دسم نايس انا اتمنى اتمنى مو اخر ربع ساعه عن شيء واحد يعني عرفت هذا اللي نفس ما صار مال سوسايد سكواد اللي قال تكفى ها ما نزلت للحين صح ايه اجلوها اجلوه اجلوه اجلت, اجلت السنه الجايه كنا اجلت السنه الجايه ايه ايه وسب الباكلاش اللي حاشه ايه ايه انا شوف انا اتوقع راح نشوف على الاقل راح نشوف سبايدر مان الجديد لانها المفروض تنزل هالسنه ايه وسبايدر مان هذه يعني ما راح يعني راح تكون مصممه بالكامل حق بلاي ستيشن 5 ما عندهم قيود بلاي ستيشن 4 يحطونها ببالهم عشان اللعبه تطلع باحسن شكل فانا هذه ودي اشوفها ودي اشوف ولفرين لا ما راح يحطون مع بعض ما امر راح يحطونها بس ودي اشوفها انزين اتوقع راح يصير في تيزر تريلر ثاني ايه عرفت شلون عشان ما ينسونك اياها الاول كان قاعد على قاعد على البار وبس وكذي وضربه إيه طالع بس طلع شوك. يطلع الشوك يطلع له مجرم ويطلع الشوك بس لا يمكن يشوف تيزر عندك العاب ياكوزا عندك هذه رونن شو اسمها رونن رونن مالت مالت تكمو إيه 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 24 راح تنزل هذه مالت كويت تكمو 24 إيه 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 بس يمكن هذه 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 ودي اشوف لها زياده صار اعلانها بسوني هي صار اعلانها شكلها حلوه انا اتوقع اذا بيصير لها اعلان يمكن يعني شهر تسعة كذي يم توكي جيم شو ما ادري ليش مو الحين أه شو يسمونه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أه قالوا اصلا بعد احتمال ترى سبايدر مان ان احتمال بيدمجون مالز موراليس مع سبايدر مان هذا ما عندي مشكله بس يعني اهم شيء ان اللعبه تحسها نكست جن خلاص يعني اي ما بعرف اذا تتوقعون تشوفوا لعبه نوتي دوغ الجديده لان هم قالوا احنا شغالين على لعبه جديده مو مو انشارتد المفروض ولا انشارتد. ولا لاست اوف اس من بعد ما خلصوا انشارتد 4 قالوا احنا ما راح نجيزها إذا شيء من نوتي دوغ يمكن راح يحطون فاكشنز اللي هي مالت لاست خل فاكشنز هم قالوا شغالين على لعبة جديدة انا بس سمعت عن فاكشنز بالرومرز يعني لا لا في لعبة جديدة نيو جيم بس ما اتوقع الحين إذا بيحطون لازم يعلنون فاكشنز لا ولازم ينزلونها قريب تتوقع تتوقع في تيزر حق الاي بي الجديدة تيزر ممكن مم. بس ما اتوقع انه اعلان او كشف كبير لا ما اتوقع اتوقع راح نشوف أه انا اتمنى هذه لعبة فروم سوفتوير جديدة اس ارمال كور كور ارمر كور ممكن صح ممكن يحطون تريلر جيم بلاي بتوقع على العاب بتنزل العاب تو الناس عليها ما توقع باي دوي لا معنى معنى سوني معروفين يحطون لك العاب ترى بعد توه ريض أيوه يعني فان فانسي ريبيرث انا اتوقع راح يحطون تريلر <applause> ريبيرث اي وحدة؟ 7 ريبيرث اللي هي الجزء ال المفروض وينتر هالسنه تكفى لا السنة؟ اي وينتر 23 وينتر 23 لا يعني لا لا هذا 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 تاريخ خربوطه انا ما ما اظن لا لا هو <applause> ريليس ويندو يعني 11 <applause> و12 16 وفاينل 7 ريميك نفس السنه ليش يعرضون فاينل 7 ريميك و16 للحين ما انزل قاعد اقول لك هذا اعتقد راح يتعدل راح يتغير اي ايه, ايه يعني او او هو هذا التايم لاين هم حاطين ببالهم بس ما لان الخطه اللي كانوا حاطينها بالبدايه لما عرضوا مال صح 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 كانوا حاطين ان السنه هذه <applause> كرايسيس كور السنه اللي وراها ريبيرث والسنه اللي بعدها في شيء نسيت <applause> شنو هذا تصدق بالليكس يقولون في الليك مال انفيديا العظيم الليك انفيديا المفروض ريميك التاسع ريميك التاسع وريميك تاكتكس انا التاسع مو لعبه بس كل مره العبها بالبدايه واهده انا ودي العب هاللعبه اذا في ريميك راح اوقفه وصدق <applause> 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 جنرال سكوربيو يقول هل راح نشوف اي شيء عن باتل فيلد جديده في المؤتمر؟ <تصفيق> <تصفيق> فأذكر انا اذكر انه قالوا انه راح يصير في تغيير بتل... على باتل فيلد راح يردونها مره مو 스테ية. بس تغيير على باتل فيلد هو قبل هذا صار في تغييرات كبيره بدايس اوف حد ايش دايس شلاق. بعد الانتكاسه اللي صارت هم من بعد يعني شوف باتل <مم> فيلد من فور انزين ليومك تنزل اللعبه خربانه ويقعدون يصلحون بس يصلحون 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 عرفت شلون؟ آه غير انه في اشياء هم بالديزاين مال العاب باتل فيلد الناس يبدو انه مو متقبلينه ففي تغييرات كبيره من الاستوديو نفسه اللي اللي شغال على العاب باتل فيلد الرئيسيه زين صارت خلصت اداريا وقالوا انه مثل ما قال حمد انه راح راح يصير في تغييرات كبيره باتل فيلد عاد راح نشوفها بالمؤتمر ولا لا؟ لا تو ما اتوقع ما اعتقد لان التغييرات الاداريه صارت مؤخرا بس ما ما يندرى راكون يقول هل راح نشوف ولفرين ايستر ايج بسبايدر مان 2 والله يمكن يجوز؟ يجوز يعني ممكن يسوونها ك تمهيد حق حق حماس آه اللعبه الجديده اي انا متحمس حق ايفنت سوني وايد متحمس عادة على يعني هم يجون عندهم سوالف عندهم العاب وايد صح آه آه زين آه في عندنا كومنت ثاني انزين بتويتر شفته انا اي بتويتر من احمد آه حبيله يقول توق آه يقول بما ان لعبه السنه محسومه لزلده انزين احسنت <applause> 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 وش توقعاتكم لمنافستها المزعومه فاينل فانتسي 16 آه خلي اكمل لك الكومنت ماله وعشان ممكن يمكن تفيد عليه يقول صراحه انا كنت متحمس حماس كبير خاصه ان ثيمه ثيم قديم انزين وان الفريق هو فريق 14 اللي خلاني اتحمس للعالم وللجيم بلاي لكن بعد عده عروض كل كل مره تزيد مخاوفي وتحققت هذه المخاوف لما اعلنوا ان كلايف بطل اللعبه هو الشخصيه الوحيده القابله باللعب انزين وبما انه هو الوحيد لازم يكون فيها نظام جبات حتى تصير اللعبه متنوعه سواء من ناحيه الشعور وثيم ولور او من ناحيه الجيم بلاي يقول اعرف انه يوجد نوع من التنويع بتغيير السمنز يعني اللي هو او خلينا نقول الايكونز اللي هو آه يشيلهم وياه انا ما كنت ادري انه يشيل ايكونز بس اوكي ايه لكن يبقى يبقى اساس اللعب هو السيف اصلا بالنسبه لي اهم شيء في السلسله هو النظام الجبات سواء متغير سواء متغير نفس الثالث والخامس والاماموز او عن طريق تنوع الشخصيات شوف هاي الفاينل 16 لعبه جديده فانت عطها فرصه والعبها وشوف شو يصير حمد فاينل فانتسي معروفه بالتغيير ماكو ولا فاينل فانتسي خلينا نقول من بعد القدم يعني ماكو قليل ما كان في أج العاب فاينل فانتسي تشبه الاجزاء اللي قبلها عرفت شلون؟ دائما دايمًا صار في تغيير بس يمكن انتم تنسون ايه 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 بس لا هذا التغيير هذه تغيير جذري كبير صارت لعبه اكشن عرفت شلون مو بس, بس اجن مو غريب التغيير عرفت متعودين على تغيير الميكانكس مال اللعب او خلينا نقول مثلا ستاكر سيستم الاكتف لا لا وغيره حتى مثلا لو تذكر العاشر مثلا اوكي تا... كان اكتف تايم باتل بس بنفس الوقت الاستكشاف ان شاء الله تقريبا عرفت شلون؟ يعني فهو فأهو... هو أوه... الحين لا الحين معروفه بالتغيير يعني و... وسالفه انه في جبات ولا ما في جبات او الواحد يشيل اكثر من جبه بنفس الوقت الحين ما اعطوك احساس الجبات اعطوك انه في شخصيه واحده اوكي هو اكشن ار بي جي متعودين على سكوير يعني شايف كلعبة على حدة كذي جزء على حدة كذي افصله أيوة. عن الباقي واستمتع كل, كل الناس اللي انا اقولهم, أقولهم. ايه يعني انا ادري ان في ناس يمكن ما يتقبلون لان وايد للحين عقلهم مرتبط بالاجزاء القديمة أجن اخذ الجزء بروحه كذي على حدة والعبه عرفت شلون وبعدين واستمتع لا تقارن. لا تقارن. لا تقارن لا تقارن يعني احتمال هي هي يمكن تكون اللعبة قد تكون والمؤشرات مبينة انه برودكت يعني كواليتي برودكت عرفت شلون؟ yes. في جوده اذا كانت جودتها ممتازه واللعب ممتع بغض النظر هي مو فاينل فانتسي او خلينا نقول لعبه جابانيز ار بي جي تقليديه ما يضر اشوف انا وايد متحمس انه بين الباتل دايركتر بات مال ديفل ماكراي ويبين الكومبوزر مال فاينل 14 يعني هذول الاثنين بط وايد انا وايد احبهم يعني <applause> شغلهم وايد اشوف ابداع صح غير هذا اوكي زياده على البيع على قولتهم انا خلاص صح أه بس على طاري الجيم اوف ذا ننطر بس الحين صراحه زلدا يعني قويه بس لازم نلعب الالعاب الثانيه يا yeah. يا yeah. في العاب هالسنه هالسنه وايد في العاب قويه يعني نزلت نزلت للحين للحين بس, بس الالعاب الحلوه يعني للحين يعني زلدة ريزنت 4 هذه ممكن في ناس أكبر. في ناس يحسبون أكبر أكبر. في ناس دي. يحسبون هاي مو أنا مو أنا. قاعد اقول لك الحين ما راح اصلا دش من توب فايف طيب. ولكن في ناس راح يدخلونها غورد هاي فاي راش مثلا عرفت شلون؟ لعبه لاخر سنه ما راح انساها انزين؟ أه ياي ستريت فايتر ياي مورتال كومبات ياي فاينل فانتسي ياي ستار, ستار فيلد لا 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 مو مساله جيم اوف ذا ما ياخذون جيم اوف ذا قاعد اتكلم عن العاب حلوه بشكل يا اخر يا اخي يا اخي تدي شنو؟ تكن المفروض مو هالسنه صح؟ المفروض ما يندرى ما يندرى ما قالوا بس صعب هالسنه أه يا اخي تكن تنزل مرات هي بروحها كذي عرفت يعني ستريت فايتر موجوده ولا مورتال كومبات بس مورتال كومبات عادي تدش مع اي واحده ستريت فايتر تدش عادي بس كذي تكن لازم انا انزل بروحي او تنزل لعبه قاربت كذي هراده هراده قالها هو عنده بودكاست اسمه هراده سبار زين او شو يعني توك شو هو قال انه لازم لازم الشركه تكون عارفه يعني دارسه الاجواء عرفت شلون؟ يعني هو عنده تايم لاين من خبره من باب خبرته، عنده تايم لاين تقريبي شنو الالعاب اللي بتنزل ومتى؟ عرفت شلون؟ بالذات الالعاب اللي تنافس بنفس الجانرا، يعني هو عنده تقريبي ستريت فايتر متى تنزل، عنده تقريبي مثلا آه مثلا اركسيستم متى تنزل لعبه، عرفت شلون؟ فهو يحاول يسوي تايمينج حق لعبته ينزل اللعبه بتوقيت انه ما يكون بعيد عن الباجي على اساس انه الالعاب هذيش يصير في لها يعني خلينا نقول بيئه هيلثي ان تنمو ان تبيع وتنمو ما يذبح السوق وما ما يذبح السوق بالضبط وبنفس الوقت يعطي مجال حق لعبته انه ما يكون لها منافس دايركت بنفس الويندو عرفت شلون؟ هذا اللي صار معاك هذا اللي صار لما يبي يسوي الريفيل اي اعلان تكن 8 اي توهق لان ستيت عنه قبله قبل قال قبل في شيء لعبه اعلنوها توه ما اقدر أيوة. أعلن الحين ما اقدر انا اعلن الحين ايوه انا بنطر شوي صح هذا حق كان حق الاعلان ايه هي ايه؟ نصها استراتيجي نش متى متى انت تسوي حملتك الاعلاميه متى انت مم. يعني مثلا مرت كومبات اعلنوا عنها الحين زين ترى باقي على اللعبه ثلاث اشهر يس هم عاده شيء ما يطولون صح عاده ما بس الحمله الاعلاميه مالتهم الحين مكثفه راح تكون عرفت يعني خلال الفترة الفترات الجايه راح تشوف زياده عن اللعبه بشكل متواصل لين تنزل اللعبة انت متشبع داتا عرفت شلون؟ تكن الحين قاعد ينزل تو ينزل لك تريلر تو نزل تريلر حق هورانج, هورانج, هورانج زين يس وعاد ما يندرى حدا قوي تري ديزاينر بط هرواكي المهم انه ما يندرى هل راح ينزل تريلر كل مثلا شهر ولا كل شهر، كل اسبوعين ولا كل اسبوع ما ندري للحين عرفت شلون؟ هل هو ف... ثابت فريكونت؟ بس تك شكلها خالصه انا اتوقع انه خالصه اللعبه اي مبين عليها مره على البولش ليفل يعني عرفت شلون؟ هي كانت بيتا صح؟ بجابان بت... آه كلوزد الفا ب ايفنت آه شو اسمه؟ ايفو جابان ايفو جابان والحين كم بريكر وكومبو بريكر وكانوا مستدعين كونتنت كريترز بالهيد كوارترز مرات بس آه آه الحين كل البطولات قاعد يحصلون نامكو يعني ايه؟ قاعد يسوون قاعد يعرضونها يعني يبون بلد مو انا اتوقع عادي خلال سنه تكون نازله تكنيت انا اتوقع هي شهر واحد شهر اثنين السنه الجايه يعني هالحزه هذه والله انا عندك سنه من الحين العب فايت لي باكر يس صدفه العب بعدين فجاه, فجأة يصير كود لا لا يصير عاد السبورت الحين حق الالعاب هذه نزلت اللي لان نزلت الاجزاء الجديده سبورت عندك جديده إيه؟ ألعاب, ألعاب, العاب الفايت تنزل كجنريشن كذي وتظل وياك يمكن لعبه سبع سنين بس إيه استثمار استثمار صح استثمار وقت هي أي. فيا عصر ذهبي جديد نعم مو نعم. بس حق العاب الفايت والله حق الالعاب بشكل عام انا اشوف هالسنة مخرجاتها وايد قويه هالسنه اوف بط. بس غطت عن السنين اللي طافت اتوقع إيه ما, ما في سنه عظيمه زلده عندنا اوف اتوقع يمكن هذا اخر كومنت اللي موجود عندنا هم في تويتر يعطيهم العافيه أه احمد واحمد بالتويتر وباقي الشباب اللي هنا اتوقع اللي سال يعني بالشات لين الحد هذا احنا جاوبنا على اسئلتهم يس, آه عموما نختم ان شاء الله الحلقه طبعا يعطيكم العافيه واللي حاب يتابعنا احنا موجودين على يوتيوب على تويتر يوتيوب طبعا سووا ات ال جي باليوتيوب راح تلقونا على طول الشانل مالنا ات ال تلقوننا ايضا على السوشيال ميديا @لكيجن جيمرز كلمه واحده بتويتر ايضا موجودين على الانستغرام اكتب اكثر شيء على تويتر حاب يسولف ويانا ويسال او اي شيء ان شاء الله نجاوب عليه ايضا تحصلون على كامتاتنا الشخصيه انا ات اندرسكور اتش طلال ات طلال اندرسكور السعيدي حمد ات 7 ام دي حياكم فيكم يسوي تفاعل يعني اي تفاعلوا يسولفوا ويانا اللي حاب يشوف احد ياكوب اندرسكور اتش أه انا انا صاير سبام فايتنج جيمز الايام هذه فاللي يحب الفايتنج جيمز وحاب يتابعني انا خل بس اخلص شغله بالريل لايف اخلص منها بس افتك عشان مره ثانيه ترد روحي اقدر ارد اسوي فيديوهات مره ثانيه <applause> إيه. أه انا حدي يعني تخيل انا مسجل فيديو للحين ما ما لي خلق اسوي له مال مساج مساج مسجل سجل اكس بس الفا ستيت فايتر اكس بلس الفا بلاي ستيشن 1 مسجل خالص انا ويا العبد بس ماني خلق ابطل لابتوب اسوي اديت اللي يبي الفيديو يدز حق يعقوب ان شاء الله ان شاء الله خل خل ات يعقوب اندرسكور اتش خل الامور ان شاء الله تهدى تهدى شنو ساليني ساليني عن ون بيس بعد بسالك المتابعين قلت لهم ما عندي شيء ثاني قال مانجا ون بيس اي 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 ما اي انا اي 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 انا قاعد اشوف بس لقطات بتويتر اوف تفجير هولي بطاطس والله هذا صدق هولي بطاطس هذا آه يعني آه. حتى آه. الشابتر مال المانجا هولي بطاطس شوف انا ما انا ما شفت ون بيس بس كل ما اسمع احد يسولف عنه لازم يقول تفجير لا 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 يا قاضي لحظه انت ما تشوف ون بيس ما فرق وياك بس براويك الهايلايت مال الحلقه الاخيره بس 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 شوف الرسم مالك شغل قاعد بس 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 قصدك المانجا يعني؟ لا 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 الانيميشن الحلقه الاخيره لحظه الانمي زاد الكواليتي ماله؟ انت بس شوف بعد ما <applause> <أنت بس تصفيق> انا ترى للحين شفت الخبر <applause> الجديد؟ انا للحين شفت الخبر الجديد عن ون بيس؟ شنو؟ جايبين انيميتر من ون براذرز في شغله بتصير بالميارة. في شغله بتصير تفجير اخر سبعه ما اخر سنه شهر سبعه بس شهر سبعه شعر اخر سبعه وات؟ <applause> يس في شيء راح يصير؟ شيء لازم يبون واحد من ون براذرز <applause> يابو ناس من امريكا يسوون انيميت ما يابو احد من اليابان قال اليابان ما ينفعون لان <applause> الفكر مالنا يحتاج واحد من امريكا فيعني في راح يكون شيء بطل استمتعوا جدا يعني. شوف انا انا وصلت دخل الجراند لاين حج انت قديم قديم فعشان الحق باي ذا واي ما راح باي ذا واي 7 واني سلوبي عشان افهم اشياء okay. اوكي زين سؤال سريع قبل ما نختم اذا واحد الحين حاب يستهلك ون بيس بشكل لازم اقرا مانجا اقرا مانجا بشكل بشكل منجا. طبيعي اقرا مانجا ما راح اخلص مانجا لا تخلص اي بس ثلاث سبع تخلص انت عادي اقرا مانجا انت يعني يعقوب يعقوب هذا اذا صار له لايف اوه يعجبك عرفت الحمام تاع اللاب كذي عرفت اخ عموما 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 يعجبك بس عموما قصدك بانزين عموما عموما ماشي شكرا للجميع وشكرا حق اللي تابعنا لايف على تويتش الله يعطيكم العافيه ويا نشوفكم ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده من راح نعلن بتويتر شنو راح تكون yes. بعد اخر ولا راح تكون حلقه دوانية يمكن ديوانيه عشان نسولف عن حدث سوني اتوقع آه انه ممكن او يعني اي بشكل عام سوني الخساره خسارة سوني خسارة جيم دراين يا الى تصدق جيم <جيمراين. تصفيق> راين قريت مقابلته اخر مقابله انا ما صدقت انه جيم راين <applause> جيم راين عرفت حكي صار ادمي والله ما صدقت <applause> جيم راين إيه. انا قاعد افرك عيوني اصلا قاعد طالع هذا كلام جيم راين انا اصلا انا كنت مو مترجم منه شيء اصلا <applause> احنا جينا بنخطب طلعت كل السوالف انزين انا اقول اختم اختم خله <applause> خله عموما 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 اشوفكم على خير ان شاء الله الى اللقاء مع السلامه مع السلامه